اليوم قلنا بدنا ناخذ الموديول الاخير في 10 اللي هو الهايبر في. هسا ايش فكره الفيرجواليزيشن بشكل عام؟ فكرته بشكل عام انه هلا بوي احنا عم نقول انه هسه بلشنا ما يدخلتني ابدا مسكر البلد مسكر. فايش فكره الفيرجواليزيشن بشكل عام؟ حكيناها سابقا اللي هي انه انا في عندي هاردوير. الهاردوير هذا راح انزل عليه سوفت وير تمام. بعد ما انزل عليه سوفت وير راح انزل عليه الفيرجواليزيشن حيبني لي هاردوير. على هذا الهاردوير بقدر ابني ايش؟ مجموعه سوفت وير. هذا حكي حكيناه اول ما شرحنا موضوع مين؟ البي ام وير اذا بتتذكر صح؟ تمام. عشان هيك انا بهذا الموديول اللي حسوي ان انا مش رح اشغل غير سيرفر واحد سميت السيرفر هايبر في بدي اشغله. وبعد ما اشغله كجهاز ورك جروب عادي جدا عليه ويندوز سيرفر 2012 ابلش اعمل عليه ايش؟ اعمل عليه هايبر في. بس احنا اتفقنا مع بعض مره قلنا انه نسخه الستاندر هي كم هايبر في بيعطينا عليها؟ اثنين. بينما الداتا سنتر تمام. بس هو مش هون النقطة. هسا النقطة انه انتوا لا تنسوا انه انا اللي بدي اشغله حاليا هو فعليا هو بي ام وير. هو فعليا ايش؟ بي ام وير. يعني انا فعليا جاي على الهاردوير الفعلي منزل عليه ويندوز 7 على ويندوز 7 منزل الهايبر البي ام وير صح؟ البي ام وير لما نزل بنالي هاردوير صح؟ هسا لما بنى الهاردوير انا منزل عليه ايش؟ ويندوز سيرفر 2012 صح؟ شايف انا هسا هون عامل الهاردوير عليه سوفت وير ويندوز 7 نازل عليه الفي ام وير بني لي هاردوير انا عامل عليه ايش؟ ويندوز سيرفر 2012. هسا لما اجي على الويندوز سيرفر 2012 واجي بدي انزل الفيتشر تبعت الهايبر في راح يعطيني ايرور مش راح يرضى. ليه؟ لانه انا هون قاعد بنزل على شيء هو اصلا فيرجواليزيشن هو 2012 بدي انزل عليه فيرجواليزيشن ثاني يعني فيرجوال على فيرجوال بالضبط صح؟ فما دام الرول مبروم على مبروم ما يرول ليش؟ فمعناته لازم نتصرف. طب عشان نتصرف شو بدنا نعمل؟ عندك طريقتين عشان تخلي ال 2012 هايبر في 2012 او غيره انه ينزل على في ام وير. الطريقه الاولى هي بكل بساطه انك انت لو اجيت على الكومنت راح الاقي انه من ضمن الكومنت تبعتي في عندي انيبل هايبر في اون ايش؟ في ام وير. احنا اخر شيء كنا وصلنا على اللي هم موضوع الهاردسكات ومن هاردسكات. فلو اجينا هون راح نلاقي انه في طريقتين لهذا الموضوع. يا اما الطريقة الأولى هاي تمام لغاية الخط، يا اما الطريقة الثانية عن طريق الايش؟ أوامر باور شيل. هسا لو اجيت أنا بدي استخدم طريقة الأوامر باور شيل فبكل بساطة لازم أجي على هذا السيرفر، أشغل السيرفر هذا تبعي اللي أنا هسا بدي أجي عليه. بعد ما أشغله هون في تريننج 2، بعد ما أشغله بدي جواته على أشغل الباور شيل، ومن جوا الباور شيل ابلش اعطيه اوامر باور شيل. فاول امر اني اقول له انيبل ويندوز اوبشنال فيتشر، اضيف له فيتشر الهايبر في. بعدين انزل انستول الفيتشر للهايبر في. بعدين انزل مش عارف ايش اكثر من شغله بده اطبق اوامر. بعدين اعمل ريستارت للكمبيوتر فبصير قابل انه ينزل عليه ايش؟ الهايبر في. لكن الطريقه الثانيه الاسهل من اوامر باور شيل، فبكل بساطة تعال على السيرفر تبعك اللي بدك تعمله بالفي ام وير على هايبر في. تعال عليه بداية على الملف اللي هو منشغل منه السيرفر نفسه، رايت كليك وقول له اوبن وذ وشغله كايش؟ كنوت باد. بس تشغله كنوت باد راح تلاقي انه هاي الشغلات كلها جواته ترو فولس وفولس وترو. انزل عند اخر شيء وتعال على ال
الملف اللي انا معطيك اياه كل الخطوات هاي اللي بتحكيها هون اللي انا حورجيك اياها انك تاخذ هدول هدول الامرين كوبي تاخذهم هيك كوبي بعد ما تاخذهم كوبي خلص شكرا لك تعال على محل منزلنا هون قول له انتر وقول له بيست وقول له شكرا لك سيف بعد ما سيفنا تعال على السيرفر نفسه شغله تعال عند البروسيسور بس اعطي لي اياه تشيك بوكس على الفيرسواليزيشن وقول له شكرا لك وروح شغل سيرفرك بشغل لك الهايبر بي هاي كانك اعطيته للبايوس التشيك بوكس هاي بس هذيك عشان الفي ام وير يرضى ينزل يشغل ايش الهايبر بي فبمجرد ما اقول له اوكي خلص تعال نشغل السيرفر بدايتنا خلينا اسميه من هون اقول له اسمك هايبر بي بعدين اقول له اوكي وخلينا نشغل لا كانسل شغلة مهمة قبل ما ابلش ارفع الرامات تبعته لانه حيكون بدنا رامات صح فاقول له اوكي وبعدين اقول له اشتغل واقول له كوبي وبالتالي هيك راح يشتغل مع السيرفر واسير قادر اني انزل عليه الفيتشر اللي اسمها او الرول اللي اسمها الهايبر كيف يعني ايش قصدك في الباي ديفولت بالويندوز العادي هلا مش بالويندوز العادي يعني ب 7 مش موجوده ب 8 موجوده بوينت 1 تقدر تجيلها من ال 8 وتيجي عند ال 8 طبعا بال 7 قلنا مش موجوده يعني تيجي هون بال 8 عند كنترول بانل لا بال 7 مش موجوده لو اجيت بال 10 وال 8 موجوده فلو اجينا على بروجرام اند فيتشر واجيت على تيرن ويندوز فيتشر اون اور اوف راح تلاقي انه من ضمن الاختيارات راح تلاقي انه في واحدة منهم هايبر بي بتحط عليها التشيك بوكس اوكي بتنزل بتروح بتشغلها بس طبعا لجهاز واحد راح تعطيك هايبر بي لجهاز واحد اما لو اجينا على 7 وطلعنا فما في شيء عندنا اسمه ايش هايبر بي فهي موجوده بال8 وبال10 انا شغلتها دخلت على البي ام وير لازم تحذف البي ام وير نعم ايش السبب ايش السبب انه ما بيركبش الفي ام وير مع الهايبر بي مع بعض لانه احنا يا شباب تعلمنا مع بعض انه لما انا نزلت برنامج الفي ام وير على هذا الجهاز قام هو بنالي عند النتورك ادابتر بنالي كارتين خاصين بمين بالفي ام وير نفس القصه لما بدي انزل الهايبر بي الهايبر بي بده يكون له كروت هاي الكروت اللي حتمكنني اني اختار بريدج او اختار لان او اختار نات قصدي او هوست اونلي وبالتالي بصير الكارت هو لمين بده يكون للفي ام وير والهايبر بي بصير في صراع عليه وبالتالي ما بينزلوا مع بعض لازم واحد اللي ينزل فلازم تشيل الهايبر الفي ام وير عشان تنزل هايبر بي او العكس طيب بعد ما عملنا هذا الكلام وشغلنا السيرفر لو اجيت اشغل هذا السيرفر راح اعطيه باسورد لما اعطيه الباسورد من هون بداية كل اللي راح اسويه اني راح اجي على هذا السيرفر مثلا اعطيه اي بي ادرس يعني مش شرط يعني بس عشان ما يضلوش اوبتين فاعطيه اي بي ادرس وهو طبعا شرط لانه المفروض اذا انت الهايبر في تبعك بدك اياه الاجهزة اللي عليه تشوف باقي الشبكة فالمفروض انك انت يكون له اي بي هو كسيرفر صح لانه انت كيف شكل اللاب بده يكون عندك شكل اللاب بده يكون انه انت عندك سويتش السويتش هذا مثلا في اجهزه الموظفين وفي عليه سيرفر الهايبر بي هذا الكارت اللي راكب عليه مش هو لازم يكون شابك مع بقيه الاجهزه البقيه عشان يشوفوا نفس السويتش ويكلموه بلمين يكلموا الاجهزه السيرفرات اللي موجوده جواته اللي انت عاملها عليه صح وبالتالي لازم هذا يكون مشبوك على سويتش وبده يكون له اي بي ساعتها هون مضبوط عشان بقيه الاجهزه تشوفه صح فبالتالي معناته انا راح اعطيه اي بي اي اي بي هسه ما بيفرقش معي فلو قلت له الاي بي تبعك 192.168.0 مثلا 100 واعطيه سبنت ماسك واقول له اوكي بكل بساطه راح اجي على السيرفر تبعي هون عند لوكال سيرفر بدل ما يكون اسمه ار 1 بدي اغير اسمه ل
هايبر في واقول له اعمل ريستارت راح نشغل السيرفر تبعنا وراح ندخل على شاشة السيرفر مانجر ونبدأ نقول له بدنا نضيف لك رول. حاجة هون عند بفضل انه قبل ما ابلش اني اضيف الرول، اذا بدنا نشتغل شغل بروفيشنال في هذا الموضوع فالافضل لك انك بداية تضيف هاردسك للسيرفر، لانه انا هون ما عنديش غير هاردسك واحد، فراح اضيف له هاردسك واقول له مثلا مساحته 100 جيجا. نيكست فينيش اوكي، واجي على تول على كمبيوتر مانجمنت في الديسك مانجمنت اقول له رايت كليك اونلاين ورايت كليك انيشلايز ديسك ام بي ار، واقول له مثلا نعطي هذا الاي اقول له يس، واجي هون اقول له نيو سمبل فوليوم فياخذ الدي مثلا، وبعدين اجي اقول له اوبن افتح الدي. راح اجي اعمل جواها شباب فولدرين، الفولدر الاول راح اسميه فيرتشوال ماشين، واعمل واحد ثاني اسميه فيرتشوال هارد ديسك تمام. بعدين راح اجي بعد ما عملت هالكلام عند اد رول واقول له نيكست نيكست نيكست، واقول له بدي انزل مين الهايبر في. اذا اعطاني هسه ايرور معناته ما زبطش، ما دام اعطاني هيك معناته الموضوع اللي انا سويته قبل شوي الامور تمام، لانه هون بيعطيك الايرور انه الهايبر في ما بنزل على فيرتشوال ماشي على في ام وير. اقول له نيكست نيكست كمان نيكست، بيقول طيب بالنسبه لكرت النتورك اللي بيتعامل معاه الهايبر في زي موضوع السويتش اللي بنختاره من هون لما بنكون على الفي ام وير، مش انا بعطيه نتورك ادابتر بختار له اياه يا اما بريدج يا اما نات يا اما يا اما. فهون بيقول لي احنا والله شايفين في كرت نتورك في السيرفر، فهو اللي بدك تعتبره كسويتش او نتورك ادابتر لكل الاجهزه اللي راح تكون جوا. انا ممكن اقول له من هون يس واقول له نيكس وامشي، او ممكن من جوا ارجع ابني مره ثانيه. فلو اجيت قلت له اوكي من هسه اعطيني اياه نيكست، بيقول لي طب بالنسبه لموضوع المايجريشن، المايجريشن بدري عليه لانه بناخده باخر موديول قبل الموديول الاخير في دورتنا كلها مع الفيل اوفر كلاستر والامور هاي كلها، فهون ما بيلزمنيش موضوع المايجريشن حاليا، راح اقول له نيكست. بيقول لي باي ديفولت باي ديفولت احنا راح نرمي الهارد ديسكات الفيرتشوال اللي راح يتم عملها بهذا المسار، وهذا باي ديفولت، وحيرمي الفيرتشوال ماشين الهايبر في ماشين الفيرتشوال ماشين برضه بهذا المسار باي ديفولت، لكن انت مش مصلحه انك تخليه يرميهم وين؟ على السي، لانه السي هاي مين فيها؟ السي هاي فيها الاوبريتنج سيستم نفسه اللي انت مشغل عليه سيرفر هايبر في، فان ضرب الويندوز يعني راحت السي. عشان هيك انا ايش سويت هون؟ بنيت مسارات مختلفه. فانا هون راح اقول له انا بقدر اعدل هذا الكلام من جوا وبقدر اعدله من هون، فانا حقول له بالنسبه للفيرتشوال هارد ديسك انا الفيرتشوال هارد ديسك بدي اياهم دائما يتخزنوا جوات فولدر انا مسميه فيرتشوال هارد ديسك،
وبالنسبة للفيرتشوال ماشين برضو انا عامل على الدي فولدر ايش مسميه فيرتشوال ماشين، وبالتالي انا هون بدي اياهم يتخزنوا بالدي واقول له نيكست. بيقول لي طيب اعمل ريستارت لما انزل، بقول له اذا حبيت اعمل ريستارت، وهو باي ديفولت راح يعمل ريستارت لانه راح يبني ايش كارت نتورك، وبما انه راح يبني كارت نتورك لازم يعمل ايش ريستارت. لا بننزله على جهاز على طول، بتجيب جهاز بتفرمته بتنزل عليه 2012 وعلى طول هايبر في رول اند فيتشر وبتنزله، ما فيش داعي لهالكلام. بالضبط معانا برهوم؟ شكله كان عجقة الشغل عندك. لحاله عمل ريستارت. لا 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 كل واحد. وبشكل عام اي مشاكل بتظهر بالهايبر في مايكروسوفت في الويندوز اللي بعده بتطور عليه اكثر بتحل هاي المشاكل. يعني مثلا كانت من ضمن المشاكل الموجوده في ويندوز سيرفر 2012 R2 بالهايبر في انك تاخذ تشيك بوينت، لما تعمل تشيك بوينت فيما بعد ممكن تسبب لك مشاكل. في 2012 ظبطوه، 2016 سوي هون مش سببه انه نازع هاي مرضي، مش السبب انه برضو مش السبب انه نازع هاي مرضي، هذا يا ممكن اسباب تانية بس مش هاي مرضي المشكلة. بمجرد ما اشتغل السيرفر تبعنا ورجعنا عليه ودخلنا جواته لاحظوا لو اجيت على كارت النتورك راح الاقي انه داخل كارت النتورك تبع السيرفر نفسه انا عندي الكارت الرئيسي، لو اجيت جواته هسا ابلش بدي افكر اعطيه اي بي او اعمل اي شيء ما راح يدخلني على البروبرتيز اصلا، صار كل تعاملي من خلال مين؟ من خلال الكرت اللي هو بنالي اياه للهايبر في، ومن هون اصلا بشوف انه انا بقدر اعطيه الاي بي واللي كنت معطيه زيرو مين. تمام؟ وهاي قلنا سبب المشكله لانه ما بيركبوا على بعض لا الهايبر في ولا الفي ام وير. تمام؟ اشتغل معي حاليا السيرفر بكل بساطه، راح اجي على تولز راح اقول له دخلني على هايبر في مانجر. لما ادخل على الهايبر في مانجر يا شباب راح يشتغل عندي السيرفر اللي هو سيرفر الهايبر في بهذا الشكل، حيقول لي اسم سيرفرك، طبعا هذا بالنهايه كونسول بقدر انا اقول له كونكت تو سيرفر، يعني لو انا عندي سيرفر هايبر في وبدي اعمل كونكت عليه بقول له بيقول لي يا انذر كمبيوتر يا اما هذا الكمبيوتر، فهو هذا السيرفر تبعي فعليا، اما هذا هو الكونسول. فلو اجيت هون على السيرفر نفسه سيرفر الهايبر في، اول ما اوقف على السيرفر راح الاقي انه هون في مجموعه من الامور هي نفسها، لو انا وقفت من هون وطلعت بلاقي انه هي نفسها هي الموجوده هون، من نيو لامبورت لهايبر في سيتنج للسان فيرتوال مانجر للإيديت ديسك كل الأشياء الموجودة. طب شو هي هاي الشغلات؟
اول شغله للنيو. النيو بيقول لي ايش بدك تعمل النيو؟ بدك تعمل نيو فيرتشوال ماشين، زي كاني باجي على في ام وير بقول له بدي اعمل لك النيو فيرتشوال ماشين. الثانيه النيو ديسك، اذا انت بدك تعمل ديسك هارد ديسك، وطبعا هو فيرتشوال هارد ديسك. تمام. الشغله الثالثه فلوبي ديسك، اذا انت بدك تعمل نيو فلوبي ديسك. ما حدش بيستخدم فلوبي ديسك بس يعني موجود. الثانيه امبورت فيرتشوال ماشين، ايش المقصود فيها امبورت فيرتشوال ماشين؟ امبورت فيرتشوال ماشين يعني مثلا انا هون بنيت فيرتشوال ماشين، اتخزنت جوات الدي محل ما انا حددت الاماكن اللي راح تتخزن فيها، اخذتها كوبي على فلاشتي ورحت فيها على سيرفر ثاني نازل عليه الهايبر في، فبدي اشغل على فلاشتي على السيرفر هذاك، فايش بجي بقول له لهذاك؟ امبورت للي موجوده اصلا، للي موجوده معي. تمام. اللي تحته فيرتشوال سويتش. الفيرتشوال سويتش في حال اني انا ما كنتش عامل سويتش من برا لما حطيت التشيك بوكس على الكارت فقلت له نيكس بدون ما احط التشيك بوكس عليه، كان ساعتها من هون باجي ببني الفيرتشوال سويتش. بمعنى هو اصلا بنادي اللي انا اخترته قبل شوي برا، وحتى هي اسمه، فانا حغير اسمه واسميه سويتش عشان يكون يعني مبين معي كسويتش. تمام. واقول له ابلاي، لكن هو فعليا هذا اللي انا مسميه سويتش هو اصلا مع مين ربطه؟ مع الكارت الفيزيكال الموجود على الجهاز، صح؟ لكن انا بنفس الوقت بقدر اجي عند نيو فيرتشوال نتورك وانا ابني سويتش. طب هذا السويتش هو اللي بدي ابنيه، مش احنا تعلمنا انه بالفي ام وير انا باجي هون عند الكروت النتورك بقول له انا بدي اعمل لك سويتش عشان اخلي كل الفي ام ويرات يشبكوا عليه مع بعض، وبحالاته البريدج او النات او الهوست اونلي او الكاستم، صح؟ نفس القصه الهايبر في، انا بقدر اجي اقول له نيو فيرتشوال ماشين، فحيسالني اول سؤال يقول لي بدك اياه اكسترنال ولا انترنال ولا برايفت، بغض النظر شو اخترت انت من هون، انت بمجرد ما تقول له كرييت فيرتشوال سويتش حيقول لك ايش اسمه وحيرجع يخيرك بالثلاث اختيارات اللي برا. فالاختيار الاول الاكسترنال نتورك. اكسترنال هي مشابهة لمين يا شباب؟ بالبريدج. ايش كانت وظيفة البريدج؟ انه السيرفر تبعي هذا او الماشين هاي اللي انا عم بعملها او سوري هذا السويتش اللي انا عم بعمله هو بربط ما بين الفيرتشوال ماشين مع الشبكة الخارجية اللي برا. مش هيك كانت وظيفة البريدج؟ صح؟ تمام. الاختيار الثاني الانترنال. الانترنال نتورك هون انا بعمل سويتش هو اللي حيخليه اشبه بالهوست اونلي زي الفي ام وير، انه الفي ام الهايبر في الثلاثه والاربعه اللي انا عاملهم بيشوفوا بعض وبشوفوا الجهاز اللي هم عليه الفيزيكال اللي هم عليه هوست اونلي، بينما البرايفت هون زي اللي انا عاملها اللي هي هناك بالفي ام وير اللي انا عاملها اللي هي الكاستم سويتش 10 و1 و2 وهدول، انه بس الهايبر في بيشوفوا ايش؟ بيشوفوا بعض بس، حتى اللي عليه ما بيشوفهمش. وصلت الثلاث اصناف الموجوده، يا اما بريدج اللي هو الاكسترنال، يا اما الهوست اونلي اللي هو الانترنال، يا اما البرايفت اللي هو اننا نختار كاستم بمعنى اصح كاستم. طبعا لانه انا بدي اياه يشتغل ويشوف الكلاينت، انا ليش عامله؟ فانا رح اختاره ايش؟ اكسترنال. يعني زي كاني بدي اعمل تدريب عليه. اعمل تدريب، انا بدي ادرسكم مش على في ام وير، بدي ادرسكم على هايبر في. اعمل سيرفرات هايبر في بدي اعملها برايفت بدي ادرسكم عليه، عادي. بدي اعمل شيء يكون معزول عن الشبكه، بدي اعمل تيست، اعمل شغلات معينه بدي تكون معزوله عن الشبكه عشان ما تاثرش على الدي اتش سي بي برا او 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 او. الهوست اونلي. انه الفي ام والهايبر في بيشوفوا بعض مع الجهاز الفيزيكال اللي هم عليه زي الهوست اون، فانا حيكون اختياري مثلا اكسترنال. وهو فعليا طبعا هاي في شغلات متقدمه انه نفس الكرت بتقدر تعطيه فيلان، يعني تربط الكرت نفسه على فيلان معين زي كانه ترانك. تمام. انا فعليا مش راح احتاج اعمل هذا الكلام اني اختار واسميه، لانه انا اصلا لما اجيت بنيت الموضوع اصلا
وين هرب منها هو. لما انا اجيت بنيت الموضوع هون احنا فشقنا عن هاي طبعا. لما اجيت انا هون بنيت انا اصلا من برا قلت له اسمه سويتش وهو باي ديفولت انبنى ايش؟ انبنى بريدج. وضحت الصوره كيف؟ تمام. حخليه بريدج زي ما هو واقول له اوكي. اذا معناته فهمنا شو يعني نعمل فيرتشوال سويتش او كيف ابني الفيرتشوال سويتش. لو انت زي ما قلنا بدك تبنيه بتقول له كرييت اكسترنال بتقول له مثلا اوكي ما بعرف راح يبني لك اياه فقط بس راح يطلب منك انه يعمل ريستارت عشان يفعل الكرت اللي انت عملته. طبعا لا تنسوا انه انا في عندي كرتين فعليا على الجهاز. في بعض الناس ايش بتسوي؟ بتقول لك انه الكرت الرئيسي راح اخليه اللي هو شابك على نتورك مش حلعب فيه، انا راح اعمل كرت خصوصي يكون هو للفي ام وير او للهايبر في سوري. ما بيفرق بما ان انا بسمك بريدج فبدي يكون على نفس الكرت بخليه على نفس الكرت. تمام؟ فانا هون فهمت معناته اول وحده اللي هي اني اعمل فيرتشوال سويتش. في اللي تحتها فيرتشوال سان مانجر. ممكن يكون انت عندك سان ستوريج. يكون ايش؟ بدك تعمل سان ستوريج. فالسان ستوريج هاي انت ممكن تبنيها من هون بانك تيجي تقول له انا بدي اعمل لك النيو فايبر شانل. انك تبني ايش؟ فايبر شانل، يعني بمعنى بدل ما انت تبني كارت نتورك ايثرنت او فاست ايثرنت او سويتش فاست ايثرنت، انت عندك سان ستوريج وبدك تربط الفي ام وير او سوري الهايبر في على السان ستوريج. فسعيدها الهايبر في كارت النتورك تبعه ايش لازم يكون؟ فايبر. فانت بتيجي بتقول له سويتش اللي هو فيرتشوال فايبر ستوريج، هي انك تعمل سويتش يتعامل مع ايش؟ مع فايبر، وكله فيرتشوال بالنهايه. تمام؟ حلو. الايديت ديسك، الايديت ديسك هون هذا في حال انه انا اصلا عندي ديسك وبدي اعمل له ايديت، فخليها شوي بنرجع لها هي واللي بعدها، لانه تنتين بيتكلموا عن الديسك وانا لسه ما عملتش لا هارد ديسكات ولا ديسكات. ولا قصدي في فيرتشوال ماشين ولا عملت هارد ديسكات. ستوب سيرفيس لما انا ابني الهايبر في تبعي، لو انا بدي اوقف كل السيرفيس بقول علي بكل بساطه ايش اقول له؟ ستوب سيرفيس، وارجع اقول له ستارت سيرفيس لو بدي ارجع اشغله مره ثانيه. ريموف هون موجوده ان لما انا اختار فيرتشوال ماشين معينه انا عاملها وبدي ادلتها بكبس عليها هيك بروح بقول له ريموف بدلت لي السيرفر. فخلي هدول نرجع لهم بس نعمل ايش؟ نعمل النيو فيرتشوال ماشين اصلا. بس بشكل عام قبل ما ابلش بالموضوع برضه في هون عندي هايبر في سيتنج. هاي السيتنج يا شباب لو انا وقفت عليها هي نفسها عباره عن السيتنج او البروبرتيز اللي خاصه بالسيرفر نفسه مش بالسيرفرات الفيرتشوال اللي انا بدي اعملهم، لانه كل فيرتشوال راح اعمله له سيتنج خاصه. بينما هاي السيتنج اللي خاصه بمين؟ بالسيرفر كهايبر في كامل كفيزيكال. فلو اجيت عنده وقلت له هايبر في سيتنج، فاول وحده بيجيب لي انه وين راح يتخزن مين؟ الهارد ديسكات، وهذا المكان اللي انا اخترته اصلا وين؟ وانا بنزل الرول، يعني لو انا حابب اغير بغير من هون. نفس القصه اللي بعدها تبعت مين؟ تبعت الماشين، فانا بقدر اغير من هون، لو انا كنت من برا خليتها على الديفولت. الفيزيكال جي بي يو اللي هي جرافيكال بروسيسنج يونت، اللي هو اذا انت كان عندك كرت شاشه عالي جدا وبدك تفعله فبكون نازل هون بتنزله، بس لازم تنزل هاي الفيتشر بالاول تحت الريموت ديسكتوب بعدين تعرف كرت الشاشه لو عندك كرت شاشه عالي. الام يو ام اي سبانينج هي اختصار لنان Uniform Memory Architecture. أيوة هي يعني. إيش فكرتها؟ فكرتها كل باختصار وهي by default allow على ال virtual machine. من داخلين لما مرة قلت لكم عن سيرفرات البليد، السيرفرات تاعت البليد اللي فيها رامات، لو كان في منهم سيرفر ما فيش عليه لود نستفيد من الرامات اللي عليه باي ديفولت للسيرفر الثاني اللي عليه لود،
هذا الكلام الهايبر في بيشتغله. بمعنى لو انا عندي 5 سيرفرات هايبر في عاملهم على سيرفر الهايبر في تبعي هذا، وكل واحد منهم معطيه 5-6 جيجا رام ميموري، عندي واحد من الهارد سكات او من السيرفرات عليه لود والباقيين الرامات راكبين بس ما فيش لود، فبيقدر يستفيد من الرامات الموجودة بالهايبر في التانيين يعطيهم لمين؟ للي عليه لود عشان يكون في بيرفورمانس عالي في الشغل. تمام؟ هاي ايش بقول لي؟ السبانينج النون يونيفورم ام ارتجيكتر هاي نودز كان هيلب يو رن مور فيرتشوال ماشين، كان تقدر تساعدك او للمور فيرتشوال ماشين لاكثر من فيرتشوال ماشين. ذا سيم ايتم ات اولسو كان بروفايد ا فيرتشوال ماشين وذ مور ميموري، بتزوده بميموري زياده ذان وات از افيلبل اون ا سنجل ام يو ام اي نود هوفر يوز اوف ذا سيتنج مي ديكريز overall performance، فعشان يرفع لي البرفورمانس. وبالتالي معناها انه لو في عندي رامات لبعض السيرفرات فيش عليها لود انا بقدر استفيد منها لسيرفرات تانية، وهذا الموضوع بيتم بطريقة ايش؟ اوتوماتيك. تمام؟ الليف مايجريشن خليها هي اللي حكينا عليها من برا وما فعلناها، فهي لسه ديسيبل وقلنا هذا موضوع بنرجع له هو واللي بعده، بكلموا الاثنين على المايجريشن. في عندي هون شيء اسمه الانهانسد سيشن وهي باي ديفولت مش شغاله، فانا راح اشغل الانهانسد سيشن. ليش؟ لانه كمان شويه من جوا حورجيكم اياها شو موضوع الانهانسد سيشن هاي. باختصار هي بس ندخل عليها ورجيكم اياها، هي كيف لما اجي انزل التولز على الفي ام وير عشان اقدر اجيب داتا من برا وادخل داتا جوا واعمل هذا الكلام، هاي السيشن ما راح تشتغل معي الا اذا كانت allow enhance session mode مشغلها من هون. الريبليكيشن هو موضوع تابع للمايجريشن وبرضه حناخده لقدام، بانه فكرته انه انا عندي سيرفر عليه مجموعه سيرفرات هايبر في، طب انا خايف عليه انه يوقع. بمعنى على فرضا انه هذا السيرفر الهايبر في تبعي لو افترضنا يا شباب كسيرفر فيزيكال وقع، ايش وقع معاه؟ كل هدول، يعني مصيبة صح؟ فانا بمكنني موضوع الريبليكيشن اني انا اروح اجيب سيرفر تاني اعمله هايبر في 2 واعمل ريبليكيشن ما بين الاول وما بين الثاني. من خلال هذا الريبليكيشن راح يتم نقل الثلاث سيرفرات هذول، راح يتم نقلهم وين؟ هون. فان وقع واحد الثاني موجود بس علينا شغل سيرفر، فموضوع برضه حناخده قدام مع موضوع البيل اوفر والامور هذه. بس فهمتوا ايش فكره الريبليكيشن هون؟ زي كانك تقول اديشنال. تمام؟ اديشنال بس هو طول الوقت مكتوب بضل واقف اوف. نعم بيكون اوف، بس حنشوف انه فيما بعد لما اشغل موضوع الفيل اوفر هاي ميزته عن هذا، انه هذا هو الاوف بينما هذاك لا، هذاك اون طول الوقت. تمام؟ حلو. طبعا بالنسبه للكيبورد، يعني الكيبورد ما غيره انه ايش الكيبورد اللي يستخدمه اليوز اون ذا فيرتشوال ماشين، يعني انه الكيبورد تبعي يكون مستخدم مع الفيرتشوال ماشين. بالنسبه للماوس نفس القصه، كنترول الت ليفت رو، يعني تتعامل مع الماوس. الانهانس سيشن هي نفسها اللي كانت فوق وهي باي ديفولت ماخذه الاوكي، والريست تشيك بوكس اذا بتعمل ريست لكل الكونفيجريشن. ففهمنا كامل الاشياء الموجوده كسيتنج على السيرفر نفسه. تمام يا شباب؟ اذا انا راح ابدا حاليا بعد ما عملنا شفنا الكلام، بس بنرجع لهدول. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ابو حميد. عندنا شنطة لابتوب. في شنطة لابتوب. اعطوني اياها. تفضل. بعد اذن علي. على راسك. حبيبي ولا فلو اجينا يا شباب على
تعمل كت زي ما بدنا. اللي بسموه مونتاج هذا. لو اجينا هون على نيو فيرشوال ماشين حبلش بالويزارد تبعتي باني اقول له نيكست، فاول شغله بيقول لي اجك تسمي الجهاز اللي بدك تعمله، وعلى فرضا انه انا بدي اعمل على هذا الجهاز الفي ام وير مثلا، بدي اعمل الدي سي اللي هو بده يكون السيرفر اللي بيلعب دور الدومين كنترولر مثلا، فممكن اقول له اسمه الدي سي. طيب وين بدك اياه يتخزن؟ لاحظوا انه الديفولت وين صار؟ محل ما انا حددته اصلا، صح؟ وبالتالي انا بقدر اغير برضو لو بدي اغير على مستوى الجهاز الواحد، اغير مكانه بقدر اغير، ولو بدي اخليه على الديفولت فهو راح يتغير على الديفولت، تمام؟ فهو راح يبني لي اياه تحت في ام، راح يبني لي فولدر باسم، لانه هون انا بتكلم على المشين فيرتشوال ماشين، راح يبني لي تحت في ام فولدر باسم دي سي، ويكون جواته المشين اللي خاصه بمين؟ بهذا السيرفر. فانا ما فيش داعي العب بهاي لانه هو باي ديفولت حياخذها، اقول له نيكست. بيقول لي طب صديقي العزيز انت بدك تشغل بهذا السيرفر جينيريشن 1 ولا جينيريشن 2؟ طب ايش الفرق ما بين جينيريشن 1 وبين جينيريشن 2؟ اني اعمل هاي الفيرتشوال ماشين على جينيريشن 1 او جينيريشن 2. اول اختلاف بينهم لازم اعرفه انه الجينيريشن 1 هو شغال معي على ويندوز سيرفر 2008 بسواء 8 او 8 R2، وشغال معي على ويندوز سيرفر 2012 سواء 2012 او 2012 R2، بينما الجينيريشن 2 هو لا يعمل الا على ويندوز سيرفر 2012 او ويندوز ايش 8، يعني لا يدعم انك تكون انت جايب سيرفر 2008 حتى لو كان R2 ومنزل عليه الرول تبعت الهايبر بي، بعدين انت رايح جايب سيرفر تاني عليه ويندوز سيرفر 2012 هايبر بي، عامل عليه فيرتشوال ماشين، تاخدها بفلاشتك وتروح على 2008 وتقول له امبورت، بزبطش، لانه هداك اذا انت كنت عامله مثلا على 2012 عامله على جينيريشن 2 سوري، فالجينيريشن 2 مش راح يركب مع ويندوز سيرفر مين 2008. متى ممكن يركب؟ لو انت اصلا ب 2012 عامله على جينيريشن 1، ساعتها ممكن يشتغل على 2008 جينيريشن 1. انفهمت؟ اوكي، فمعناته جينيريشن 1 هو بيتعامل مع ويندوز سيرفر 2008 و2012، بينما جينيريشن 2 لا يدعم الا موضوع سيرفر ايش الى 2012، يعني هاي فيتشر جديده في ويندوز سيرفر 2012. هذا الجهاز اللي انا هسه عم بعمله، انا عم ببني فيرتشوال ماشين، فالفيرتشوال ماشين هاي طالما انه انا عاملها بفيرجنريشن 2، لو اخذتها اكسبورت الهارد ديسك او الماشين اخذته اكسبورت ورحت فيه على سيرفر ثاني اعمل له امبورت، بس هذاك 2008 ما راح يشتغل الجنريشن 2، بينما لو عامله جنريشن 1 ما هذاك بيقبل جنريشن 1 فحيشغل، تمام؟ لا، هذا اول فرق. الفرق الثاني انه جينيريشن 1 هو بتعامل مع ال VHD، نوع الهاردسكات اللي هي الدوت VHD، بينما الجينيريشن 2 هو اللي بتعامل مع نوع الهاردسكات اللي بتتعامل مع ال VHDX، مع نوع الهاردسكات اللي بتتعامل مع ايش قلنا؟ مع ال VHDX. طب ايش الفرق ما بين ال VHD وال VHDX؟ ال VHD يا شباب اعلى حجم للهاردسك يصل الى 2 تيرا، اما ال VHDX اعلى حجم يصل 64 تيرا. فالجنريشن 2 تيرا، بينما ال VHDX بيوصل ل 64 تيرا. فالجنريشن 1 لا يدعم الا موضوع ايش ال 2 تيرا او ال VHD، تمام؟ اوكي، بس يعني لو بدك اكثر من هيك مش حيزبط معك. الشغله الثانيه انه جينيريشن 1 لو انا مشغل عليه مثلا هذا الفي ام وير فيرتشوال ماشين هذا او الهايبر في، انا عامله عامل عليه هارد ديسكات وانا شغال جينيريشن 1، لو حبيت اعمل اكستند للهارد ديسك يعني اوسع مساحه الهارد ديسك،
لازم اطفي الفيرتشوال ماشين، يعني امسك الماشين نفسها واقول لها شت داون للاوبريتنج سيستم اللي عليها، ومن ثم اعمل اكستند للهارد ديسك. بينما الجينيريشن 2 وهو شغال بقدر اعمل اكستند للهارد ديسك بدون ما اطفي السيرفر او اطفي الفيرتشوال ماشين نفسها. تمام، حلو. الاختلاف الاخير، وبرد على كلامك، الاختلاف الاخير انه الجينيريشن 2 ما بينزل عليه او ما بينزل عليه الا نسخه ال 64 بت، بينما نسخه 32 بت ما بتنزل، بينما جينيريشن 1 بيقبل التنتين، بينما ال 2 لانه خلاص متطور فما بيقبل الا نسخه ال 64 بت كويندوز بالضبط. بس ما هو تنساش انه الايت في منه 32، في منه 32 يقبل 32 64 بت. نعم، لا تنتين، بينما جينيريشن 2 ما بيقبل الا ال 64 بت. ايش هو؟ اعيدهم كلهم مره ثانيه. اول وحده هذا بتعامل مع ويندوز 2008 و2012 اللي هو جينيريشن 1، الثاني بتعامل بس مع ويندوز سيرفر 2012 وويندوز 8. ثاني وحده جينيريشن 1 بيدعم ال VHD، بينما الجينيريشن 2 بيدعم ال VHDX، والفرق ما بينهم انه ال VHD بيقبل 2 تيرا اعلى حد، بينما ال VHDX بتعامل مع الاربع بوصل ل 64 تيرا. الشغله الثالثه انه بقدر اعمل توسعه على الهارد ديسك على الجينيريشن 1 بس بشرط لازم اطفي الفيرشوال ماشين، بينما في الجينيريشن 2 وهو شغال بقدر اعمل له توسعه. والشغله الثالثه انه الاوبريتنج سيستم اللي بينزل ك جينيريشن 1 بينزل عليه ال 32 و 64، بينما الجينيريشن 1 لا يقبل الا ال 64 بت. وضحت الامور يا شباب؟ فانا راح اتعامل حاليا مع جينيريشن 2 واقول له نيكست، وبعمل لكم واحد جينيريشن 1 واوريكم الاختلاف. ثالث سؤال بيسالني عنه، بيقول لي ايش بالنسبه للميموري اللي راح تعطيها، الرامات اللي راح تعطيها لهذا الفيرتشوال ماشين اللي راح تعمله. فانا ممكن اقول له مثلا انا بدي اعطيه 2048، يعني انا بدي اعطيه قديش؟ 2 جيجا. بس في عندي تحت تشيك بوكس بيقول لي يوز دايناميك ميموري فور ذس فيرتشوال ماشين، وهاي اللي راح تمكنني اني استفيد من هذيك الفيتشر اللي برا. انه بمعنى استخدام الميموري دايناميك انه لو صار لود عندي ممكن اعطي اخذ من غيري، او اذا فيش عندي لود اعطي لغيري. وضح الصوره ايش يعني الدايناميك؟ تمام. بينما لو انا ما حطيت التشيك بوكس هاي راح الاقي انه خلص 2 جيجا 2 جيجا، لا باخذ من حدا ولا بعطي حدا. بينما لما اقول له دايناميك حنشوف انه كمان شو حيقول لي، يعني انت ما عاد تاخذ ميموري من الى. طب عم انا ما حددتش الى هاي، ما هو انت قلت لي دايناميك فمعك تاخذ من غيرك. من نفس السيرفر، نعم، اللي هم الفيزيكال الموجودين هون اذا مش مستخدمين لحدا ثاني. بالضبط. خلص ما دام اعطيت للتشيك بوكس هون بصير اوتوماتيك هو بياخذها. حسب الحاجة. نعم. لا لا ما بلتزم. بدك 2 جيجا اعطاك، بدك اكثر بيعطيك اذا في مجال انه يعطيك من الرامات من حدش مستخدمها. نيكست، بيقول لي ايش بالنسبه للسويتش اللي راح يتعامل معاه هذا الفيرتشوال ماشين؟ انا لمين عملت له سويتش اسمه دبل اس دبليو قبل شوي سويتش؟ لو اني مش باني من الاول كان هون ما عرفتش ايش اختار له، كان فاضيه. فهون انا جهزت السويتش بالاول قبل ما ابلش اني ابني الفيرتشوال ماشين عشان لما يسالني ساعتها حوق ارجع اروح ابني، يعني اخليها فاضيه وابني واحد بعدين ارجع اربطه فيه مره ثانيه من السيتنج تبعت هذا الفيرتشوال ماشين. هسه بغض النظر صبنت نفسها او مش نفسها ما لها دعوه، هو موضوعه انه يستغل كارت النتورك اللي انت عملته، السويتش اللي انت عملته بناء على كارت النتورك از سويتش، كسويتش بس عشان نشوف الفي ام ويرات مع بعض، الهايبر في مع بعض. واذا انت كنت عامل السويتش بريدج فحيشوف اللي برا كمان. فهمنا كيف؟ تمام. اقول له نيكست، بيقول لي طب يلا بالنسبه للهارد ديسك.
انت بدك يعني ابني لك نيو فيرتشوال هارد ديسك. طيب هو انا فعليا هون راح ابني نيو فيرتشوال هارد ديسك ولا يوز ان اكزيستنج فيرتشوال هارد ديسك؟ مش انا ممكن اخذ الهارد ديسك اللي بنبني معاي هون والهارد ديسك يعني بكل الداتا اللي فيه بالسي والدي وكل شيء اخذها واروح فيها على سيرفر ثاني واشبك الهارد ديسك هذا على سيرفر ثاني. ساعتها ايش بختار له هناك لما ببني الماشين؟ بقول له ايش؟ استخدم الاكزيستنج فيرتشوال ديسك. انا بس اخذها ككوبي ولا كمول؟ لا ككوبي على فلاشتك. ايش بفرق الانبورت؟ هي انبورت لفيرتشوال ماشين. انا هون بتكلم على الديسك. بمعنى انت ممكن من مزايا الهايبر في، احنا ايش قلنا من مزايا الهايبر في عن الفي ام وير؟ انه ببني لك، لاحظوا معي، الفي ام وير ببني لي الفيرتشوال ماشين والديسك تبعها بنفس المكان. فان ضربت الماشين ضرب معها مين؟ الديسك. بينما من مزايا الهايبر في انه ببني لي الماشين في مكان والديسك وين؟ بمكان تاني. فان ضربت الماشين تبعت الفي ام وير عادي دلتها وروح قل له بدي اعمل لك نيو ماشين، ولما تيجي توصل عند نقطة الهارد ديسك قل له معاي هارد ديسك ما هي موجود، اربطها فيه برجع بشغل لك السيرفر وكأنه شيء لم يكن. فهمنا الفكرة؟ انه هون هو حاليا راح يبني لي الماشين في هذا المكان والهارد ديسك في مكان تاني. فان ضربت الماشين مفيش مشكلة، الديسك موجود. حتى لو انت دلتت الماشين بايدك الديسك تبعها ما بتدلت، فبامكاني ارجع ابني ماشين تانية واربط معها الهارد ديسك الموجود، اذا كان رجع شغلت السيرفر وكانه شيء لم يكن، كانه فيش اشي ضرب. بينما الفي ام وير ان ضربت الماشين ضرب الهارد ديسك معها راحت كلها. هاي من عيوب يعني من مزايا الهايبر في انه ببني لك كل واحد في مكان عشان لو واحد ضرب الثاني ملوش دعوه. اسال مرتاجك تقول بين الفي ام وير والهارد هاي واحده من الفروقات، ما دون ذلك تقريبا بتشابه وشويه المسميات بس. والاختلاف الاكيد في الموضوع انه الهايبر في انت مش راح تقدر تشغله الا من خلال ويندوز، يعني لازم يكون عندك ويندوز، سواء كان 8 فتشغلها كفيتشر، سواء كان 10، سواء كان سيرفر فتشغلها منه. بينما الفي ام وير هو برنامج لشركه الى لايسنس خاص فيه، فانت بتقدر تروح تشتري هذا اللايسنس وتبلش انت تنزله على اي اوبريتنج سيستم بدك اياه. ممكن تنزله على لينوكس، ممكن تنزل في ام وير على ويندوز زي ما بدك، زي ما احنا بنعرف وبتشغل عليه. ممكن بالضبط، ما هو إله برضه. تمام، شفنا ايش الفروقات. تمام، طب هلا بقدر مثلا انا في حاله مع في ام مثلا مكان الهارد ديسك اغيره واعمله بفتح ثاني؟ والله ما اظنش هذا الكلام، لانه انت لما بنيجي احنا بنيجي على فايل واقول له نيو فيرتشوال ماشين هون ونكست، بيقول لي السي دي بعدين، ايش نوع الويندوز مثلا؟ اقول له 2012 مثلا، هايها 2012 نيكست، بيقول لي وين اللوكيشن. فاللوكيشن هو هون مين محدد لوكيشن لمين؟ للديسك والماشين. ما اجى خيرني وقال لي انه انا راح ابني لك هذا في مكان وهذا في مكان. فان انت غيرت المكان معناته انت غيرت كل ضربت كل الفي ام وير سايتها، صح؟ فهذا ميزه من مزايا مين؟ الهايبر في. الشغله الثانيه، فهمنا معناته شو يعني ابني واحد جديد في مسار معين يعني. تمام، الاكزيستنج انه واحد موجود من الاول بدي استفيد فيه. حسب بقول لك اياها،
بينما هون انه انا ببني واحد جديد باي ديفولت قديش بيعطيني مساحته، قديش الماكسيمم اوصل فيه وحجم الهارد ديسك، لانه انا شغال على جينيريشن 2، هاي هي 127 يعني باي ديفولت هو اعطاني 127، بقدر اغيرها زي ما بدي كحجم هارد ديسك. تمام. طبعا لو انا بديش كل الهارد ديسكات تنزل جنب بعض، يعني انا بدي اعمل كمان شويه جهاز ثاني جهاز ثالث، ممكن يكون عندي جهاز الدي سي يكون له هارد ديسكين، فساعتها تعال انت جوا هذا المكان واعمل، لانه عند الفيرشوال ماشين راح الفيرشوال ماشين راح يبني لي فولدر باسم الفيرشوال ماشين، اما الديسك راح يبني لي كل الهارد ديسكات كل واحد باسمه. فانا ممكن اعمل فولدر هون اقول له بدي اعمل رايت كليك نيو فولدر اسميه دي سي، اقول له الديسك تبعي بدي ينزل في فيرتشوال هارد ديسك جوا فولدر ايش اسمه دي سي، عشان لو عملت سيرفرات تانية كل واحد ينزل بفولدر مستقل انا عامله. فهمنا الاكزيستنج في حال ان انا عندي هارد ديسك اصلا بدي اشغله على فيرتشوال ماشين. في اختيار ترى مش موجود حاليا، هو مختفي، بس كمان شو بقدر اشوفه، هو هسه بقدرش اشوفه لانه مختفي، اني اعمل في عندي اتاش هارد ديسك ليتر، اقول له انه انا الهارد ديسك اللي بدي اعطيك اياه متى، بعدين عدي موضوع الهارد ديسك مش هسه. فساعتها بكون انا ما عملتش هذا الكلام، انه موضوع الهارد ديسك انسالي، ابني لي الماشين بعدين بتكلم انا وياك على الهارد ديسك. ليش؟ لانه حشوف انه مرات بقدر اجيب فيزيكال هارد ديسك راكب فعليا على الجهاز، اربطه بفيرتشوال ماشين بهايبر في ماشين. يعني انا هاي الماشين اللي عم ببنيها اللي اسمها دي سي، انا مخير اني اعطيها هارد ديسك فيرتشوال زي ما انا هسا عم بعمل، او اني اجيب واحد جاهز من الاول فيرتشوال واربطها فيه، او ممكن اخلي الهارد ديسك تبعها هو هارد ديسك فيزيكال انا عن جد مركبه بالكيس، يكون هذا الها لهاي الماشين. بس هذا الاختيار ما بيظهر هسه، بيظهر بعد ما اقول له كمل، بس بيقول قايل له ليتر، بس بعدين له شروط عشان اعمله، حنرجع له كمان شوي بس اخلص. فانا حقول له ابني لي واحد فيرتشوال واقول له نيكست، قال لي طيب بالنسبه للاوبريتنج سيستم تنزله هسه، فاذا هسه اعطيني الايزو زي ما بنعمل بالفي ام وير، او انك كنت اقول له دائما ايش، اقول له بعدين اعطيك السي دي، انا هون حقول له بعدين بعطيك السي دي، واقول له نيكست فينيش. حلاحظ انه بنالي ايش الماشين تبعتي، والاحظ هون انه جوات الدي بالفي ام بنالي فيرتشوال ماشين، احنا ما غيرنا اسمها، لما عملنا المشين نفسها اسمها دي سي، غريبة. طيب والهارد ديسك اشوف، والله الهارد ديسك بنالي يا جوا دي سي، صحيح هذا عملناه، بس هديك شكلنا ما عملناهاش صح، ما يعني ما على كل هيك مش مصلحة ترى، هيك مش مصلحة ترى، هيك كمان شوي حينزلوا كل الأجهزة مع بعض فحتوه ما بينهم، عشان هيك أنا حمسك هاي كلها وأقولها ديلي، طلعوا ديلي صح. تعال هون، تعال هون الفي ام ايش صار فيها، دلتها صح، وهاي كلها بدي دلتها اللي هو بناها. طب الهارد ديسك موجود، هاي مصلحه شفنا الموضوع، يعني انا بقدر ارجع مره ثانيه اقول له رايت كليك نيو فيرتشوال ماشين نيكست، هالمره اقول له لا اعمل لي اياه اسمه دي سي وابني لي اياه وين جوات الفي ام، واقول له نيكست، ساعتها جينيريشن 2 نيكست 2048 2048 دايناميك نيكست سويتش 1 نيكست. هالمره ما اقولوش اعمل لي واحد جديد، اقول له ايش اكزيست، لمين اكزيست، للي موجود هون، فاختار له اياه.
شفتوا ايش يعني اختار exist؟ وفي اختيار later صح؟ اقول له next finish بناها. فلو ضربت الماشين معي ما عنديش مشكلة، المهم الهاردسك ماله موجود وعليه السي والدي والويندوز كامل عليه، فهاي ميزة. فلاشتك هو اصلا هو عبارة عن هاردسك امتداده. لو اجينا نقول له view اظهر لي extension واجي هون حيكون VHDX انا عايش عامله generation 2، خده كوبي على فلاشتك ونزله في اي جهاز، فهي ميزة. لاحظ معي هسه لو رجعنا كما طلعنا، لو رجعنا هون عمل لي هالمرة DC جواته الفيرشوال ماشين تبعي، ولاحظ الصورة كيف بس انبنى جوات DC، عشان لما اعمل اللي بعده اسميه مثلا فايل سيرفر، اعمل اللي بعده كذا، فيكونوا مشتايهين ببعض، ما يكونوش تايهين ببعض. فانا هيك فصلت ما بين الفي الهاي الفي الفيرشوال ماشين وما بين مين الديسكات. وصلت الصورة؟ لاحظوا معي انه انا ممكن اجي على السيرفر تبعي هذا اللي هو الفي ام وير كسيرفر، اضيف هارد ديسك جديد، اقول له هذا الهارد ديسك اللي انا بدي اعمله بدي يكون مساحته مثلا 100 جيجا، نيكست نيكست فينيش، واجي على تولز جوات كمبيوتر مانجمنت واجي عند ديسك مانجمنت، راح الاقي انه انا هاي هارد ديسك جديد انعمل عندي صح. هو ايش حالته حاليا؟ اوف لاين. اقول له اون لاين واقول له انيشلايز ام بي ار اوكي، لكن بتخليه ايش يا شباب؟ ان لوكيتد. لو انا بدي اربط هذا الهارد ديسك الفيزيكال بالفي ام وير بالهايبر في لازم يكون حالته ايش؟ ان لوكيتد. فلو رجعت هون واجيت على الهارد ديسك على السيتنج، طبعا هون كونكت خليها، ندخل على السيتنج على طول. طبعا هاي السيتنج هي نفسها لما اوقف عليها راح تظهر لي مجموعه من الاشياء اللي هون، هي نفسها ايش السيتنج اللي هون. بس شو رايكم قبل ما اكمل، قبل ما اكمل قلنا انه في عندي هون شويه شغلات صح، زي اني اجي اقول له ايديت ديسك. ايش ايديت ديسك؟ ايديت ديسك اني اجي انا على الديسك اللي موجود عندي هون، بيقول لي اي ديسك، بقول له هذا الديسك اوبن، فبقول له نيكست، بيقول لي ايش بدك تعمل له لهذا الديسك. انا داخل على ايش اشي اسمه، قلنا اشي اسمه ايديت ديسك. انا ممكن اعمله كومباكت. ايش يعني كومباكت للديسك؟ اضغطه، اذا شفت انه مساحته كبيره اضغطه، يعني اضغط اللي جواته بمعنى صح. ممكن اقول له كونفيرت. ايش الكونفيرت؟ التحويل من في اتش دي ل في اتش دي اكس او العكس. تطفي السيرفر كامل وبتحوله، اذا انت بدك تاخذه على سيرفر ثاني بيشتغلش الا جينيريشن 1 2008، فساعتها ممكن اختاره هيك واقول له نيكست ويخيرني ايش بدك تحوله من ايش لايش. فهي ميزه حلوه برضه. تمام. اكسباند، قلنا ممكن اوسع ايش الهارد ديسك، يعني اوسع مساحته، يعني هو مساحته انا عملته 127 صح، ممكن اقول له بدي اخليه 200، ولو كان جينيريشن 2 بقدر اقول له نيكست فينيش والسيرفر شغال بدون اي مشاكل. بينما لو انه جينيريشن 1 لا، لازم اطفي الماشين واطفي الديسك وكذا بعدين اروح اوسع اعمل اكسباند. ففهمنا ايش يعني اعمل ايديت ديسك. تمام. بقدر اعمل انسبكت ديسك، والانسبكت ديسك اختار له الديسك تبعي. كلمه انسبكت معناها اصلاح، يعني اذا بدي اختار الديسك تبعي اشوف شو وضعه واوقف عليه اعمل له ريبير، بس لما يكون شغال بيعطيني زي شيء اعمل له ريبير، زي ريبير اصلاح يعني. ستوب سيرفيس، اذا هذا السيرفر شغال وبدي اوقفه بقدر لما قلنا اعمل له ستوب، او اني اوقف عليه واقول له ايش ريموف سيرفر، ادلت السيرفر. لا بس هون سوري، هاي الريموف هي للسيرفر الرئيسي نفسه، بينما هذا نفسه لما احب ادلته رايت كليك ديليت، او من وانا واقف عليه ظهرت عندي هدول، ففي عندي تحت ايش ديليت. ففهمنا الشغلات الموجوده هون بالكامل بدايه. تمام. نرجع لسيرفرنا وموضوع الديسك الفيزيكال بعد البريك. سؤالك هسه انت بتقدر زي ما قلنا انك تدلت الماشين، لكن الديسك ماله
راح يظل موجود. وقفنا عند انه بدنا نستخدم الهارد ديسك الاكسترن الفيزيكال مع جهاز موجود اصلا عندي في ام وير اللي هو السي دي. فلو رجعنا مره ثانيه قبل ما ينزل هذا عندي خليه ينزل ومنعيدها. انا ليش اللي قاعد بسويه؟ انا اخذت السي دي تبع ويندوز سيرفر 2012 الايزو عم بحطه جوات السيرفر الهايبر في عشان استخدمه مع الفي الهايبر في اللي عم بعمله ماشين اللي عم بعملها. تمام، هاي نزل السي دي. اتفقنا قلنا اول شغله راح اجي هون رايت كليك، انسونا من هذول كلهم على السيتنج. اول شغله بالسيتنج اد هاردوير اني اضيف سكازي كنترولر او نتورك ادابتر او فايبر تشانل، وقلنا هذول هم نفسهم الموجودين هون عندي. فلو انا مثلا بدي اضيف سي دي، لانه لاحظوا بكل المكونات ما عندي سي دي، فلو اجيت عندي سكازي كنترولر، السكازي كنترولر بقدر اضيف من خلالها يا هارد ديسك يا ايش يا دي في دي، فاوقف على دي في دي واقول له اد، بيقول لي انه انت عندك الهارد ديسك اصلا هو ماخذ لوكيشن زيرو، اذا الدي في دي ايش راح ياخذ؟ لوكيشن ايش؟ 1 من هذا الكنترولر. بيقول لي بدك اياه تستخدم الفيزيكال الفعلي ولا تستخدم ايمج ايزو؟ اقول له ايمج ايزو. طب وين موجود؟ موجود على الديسكتوب اللي انا حطيته قبل شوي، فاقول له اوبن. اذا انا بهاي الحاله لو قلت له ابلاي، اذا انا صار عندي على مستوى جهازي بالسكازي كنترولر صار عندي هارد ديسك وعندي ايش دي في دي. طب ارجع مره ثانيه عليها، هالمره اقول له مثلا بدي اضيف لك هارد ديسك. ايش يعني هارد ديسك؟ يعني انا بدي اضيف هارد ديسكين 3 4 على السيرفر الماشين هاي تبعي اللي اسمه دي سي. فلو اجيت قلت له اد، هيقول لي اذا حياخذ لوكيشن ايش هالمره؟ 2. بيقول لي طيب انت اللي بدك تضيفه فيرتشوال هارد ديسك زي اللي عملناه اول واحد. فلو انا فعلا بدي اضيف فيرتشوال هارد ديسك، كل اللي علي اني اعطيه اسمه، اقول له مثلا اسمه دي سي 1 مثلا لانه احنا عاملين دي سي، واقول له ابلاي، او اني اجي اقول له، طبعا مش بس اني اعطيه اسمه لازم اجي اقول له نيو نيكست. فبيقول لي طيب الهارد ديسك اللي بدك تضيفه بدك اياه فيكست سايز. ايش يعني فيكست سايز؟ انه خلص لما اقول له 127 جيجا يعني 127 جيجا بده يقتطعهم من الهارد ديسك الفيزيكال. لو قلت له دايناميك وقلت له مثلا 127 جيجا، هون هو مش راح ياخذ 127 جيجا اقتطاع، هو حدي 127 جيجا، لكن حياخذ زي ما كنا نقول 2 جيجا 2 جيجا، كل ما اضيف شغله بتوسع لما يوصل للحد اللي هو اللي انا راح احدده مثلا ب 127 جيجا. طب الاخير الديفرنسنج، هاي ايش فكرتها يا شباب؟ فكرتها انه انا ممكن يكون عندي هارد ديسك هو عبارة عن هارد ديسك بيرنت. هذا الهارد ديسك انا اقول له بدي هارد ديسك، يعمل لي هارد ديسك. هذا الهارد ديسك حيكون بمثابة بيرنت، من بعده فيما بعد بقدر اضيف هارد ديسكات تشايلد منه، لا مش تقسمه، عبارة عن هارد ديسك. يعني انا مثلا هسه بدي اقول له انه انا اصلا لما بنيت الماشين هاي انا اصلا عملت هارد ديسك سميته دي سي دوت في اتش دي اكس، صح؟ مساحته عملته 127 جيجا، صح؟ مش هذا الهارد ديسك انا عملته؟ هسه انا ممكن اعمل منه هارد ديسك تشايلد، هذا يعتبر بيرنت لمين؟ للتشايلد. انا ممكن اعمله منه، وممكن اعمل من البيرنت الواحد اكثر من تشايلد.
ليش اعملهم؟ هذا ايش بيسوي معي؟ بيساعدني هذا الكلام انه يعطيني زيادة المساحة. بمعنى هسا اي هارد ديسك انت راح تاخده في حال انك قلت له مثلا 127 جيجا فهو باي ديفولت اذا انا كنت مختاره من برا اصلا دائما فهو مش حيعطيني 127 جيجا، هو حياخذ بالبدايه 8 جيجا اللي هي حجم الويندوز تقريبا 8 جيجا تمام، وبعد هيك يتوسع تمام. فانا اذا كنت عندي هارد ديسكات ثانيه بدل ما كل واحد منهم يكون 8 جيجا فانا حيكون هدول الهارد ديسكات بعملهم بشكل اصغر، الثمانيه خلص راحوا هون، هدول بعملهم هارد ديسكات بدون ما يكون له 8 بس يصير مساحه الهارد ديسك نفسه بعطيها. بس في نقطة سلبية في هذا الكلام، لو راح التيران راح كل اللي تحته. فسبوكوا من هالقصة، اشتغل على شغلتين رئيسيين، يا بتقول له فيكست يا دايناميك. أفضل شيء. في مزايا للفيكست عن الدايناميك؟ ما فيش مزايا، إنك اللهم تقتطع هاي المساحة من الهارد ديسك الفيزيكال. لا 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 ما في أي مزايا. أنا حختار بناء هذا الكلام إيش؟ دايناميك أفضل لي. ليش اقتطعهم مساحة من الهارد ديسك مرة واحدة؟ تمام؟ اقول له نيكست. بيقول لي ايش بدك تسميه الديسك هذا مثلا؟ اقول له مثلا بدي اسميه دي سي 1 لان انا اصلا عندي واحد اللي هو هون اللي هو هون ايش اسمه؟ الدي سي. طب وين بدك تحطه؟ اللوكيشن. اقول له بدي احطه في نفس المكان اللي فيه اخوه عشان الاثنين ينزلوا مع بعض جوا الدي سي، ما هدول الهارد ديسكين للدي سي. بقدر اعمل بينهم هسا ما هو حيظهر عندي جوا الجهاز انه عندي هارد ديسكين، بقدر اعمل بينهم مينور طبعا. فاقول له نيكست، بيقول لي قديش مساحته؟ هو باي ديفولت قلنا اختاره قديش؟ 127. اقول له نيكست فينش. هاي انا هيك بكون ايش ضفت؟ نيو فيرتشوال ديسك. هاي ابلاي اوكي. اذا انا لو اجيت هون راح الاقي انه جوا الدي سي كم هارد ديسك صار في عندي؟ صار عندي هارد ديسكين تمام؟ بقدر امسكه وادلته. ديليت راح الهارد ديسك. اذا لما ارجع مره ثانيه هون رايت كليك سيتنج وارجع مره ثانيه عند هذا طبعا المفروض انه هذا ادلت صح؟ المفروض اني لو اجيت وقفت عليه وقلت له ريموف خلص ما هو اصلا متدلت من هناك فهو راح بالنسبه لي. وكان ممكن ادلته من هون مثلا. لما ارجع مره ثانيه على السكازي مره ثانيه قلنا بقدر اضيف يا هارد ديسك يا دي في دي، ارجع مره ثانيه هارد ديسك. هالمره بديش اعمل فيرتشوال، بديش اعمل فيرتشوال. هالمره في اختيار جديد ظهر عندي اللي هو ايش؟ الفيزيكال هارد ديسك. بس ماله مطفي. انا تعمدت اورجيكم اياه مطفي. ليه؟ لانه الفيزيكال هارد ديسك فعليا اللي انا اجيت هون وضفته هو لن يظهر عندي هناك الا بحالة واحدة، مش اذا كان بس انلوكيتد، لازم يكون اوف لاين. يعني معمول له انيشولايز بس هو ايش؟ اوف لاين. فلاحظ لما عملته اوف لاين هسه سكر، ارجع مرة ثانية هون سكرها، ارجع هون قول له رايت كليك سيتنج قول له على السكازي كنترولر هارد ديسك اد، ظهرت عندي كفيزيكال ولا ما ظهرت؟ ظهرت. اذا انا ممكن اربط هارد ديسك فيزيكال مع فيرتشوال ماشين. برضو يعني مش قصة افضل ومش افضل، بس يعني انا بشوفها ميزة حلوة انه الفيرتشوال ماشين كله له فيزيكال هارد ديسك. بس طبعا حتكون انت طلعت من مزايا اللي هو الفيرتشوال اللي ممكن تعمل فيها شغلات كثير تمام. فانا ساعتها ممكن اربط فيزيكال هارد ديسك بايش؟ بفيرتشوال ماشين. انا ممكن لاحظوا معي لو كان سلم، ممكن اجي هون مره ثانيه. اذا تتذكروا المره اللي فاتت كان في من ضمن الشغلات اللي لما شفناها هون انه انا لو هذا مثلا عملته اونلاين واجيت عملته اجيت عليه هون رايت كليك، كان في من ضمن الاختيارات هون اني ابني كرييت ايش؟
فيرتشوال هارد ديسك من الفيزيكال الفعليين، انسوا الهايبر في تماما، يعني هذا موضوع ثاني صح. انا اجي اقول له ابني لي كرييت فيرتشوال ديسك براوز، وين بدك تحطه؟ حطه في اي مكان. اقول له مثلا حط لي اياه في الدي مباشره، مثلا سمي لي اكس سيف. طيب بدك اياه في اتش دي ولا في اتش دي اكس؟ في اتش دي اكس. طب قديش مساحته بالميجا بالجيجا؟ 10 جيجا. فيكست ولا دايناميك؟ دايناميك. اوكي لاحظوا انه انبنى معي هون هارد ديسك، صار هارد ديسك 3 اللي هو ايش يعتبر؟ فيرتشوال. من وين اخذه؟ اخذه من الدي. وين انا بنيته؟ مش قلت له بني لي اياه باللوكيشن بالدي اللي هو هذا؟ هيو بالدي اخذه ك 10 جيجا من الدي. هسه هذا بقدرش اجي هون اقول له في السيتنج بدي اضيف لك هون هارد ديسك وفيرتشوال، هون اقول له هالمره مش نيو، هالمره ايش اقول له؟ براوز، واجيب له مين اللي هون واقول له اوبن واجيب له اياه واشبكه معه. صح؟ شايفين قديش عم بتلاعب باكثر من طريقه؟ يا اعمل واحد جديد، يا اما اكون عامل واحد انا من برا من الديسك مانجمنت بعدين اربطه، يا اما اكون واحد جايبه انلوكيتد اوف لاين واعمله كفيزيكال. ففي اكثر من طريقه اني اعمل هارد ديسك واربطه بفيرتشوال ماشين. وضحت؟ هذا الهارد ديسك اللي انا سويته هون، لو بدي الغي موضوعه كل اللي علي ناجي اقول له اتاشت يعني الغي، بيقول لي مين اللي بدك تلغيه؟ اقول له هذا اللي بدي الغيه اتاشت، واجي عليه هون اقول له المفروض اقول له اتاشت من هون راح التغى. فبالتالي هون لو رجعت لو عملنا ريفريش لو دلتناه خلاص انتهى موضوعه، وهون رجعت الامور عندي طبيعيه. ففهمنا شو يعني ممكن اعمل كرييت فيرتشوال ديسك او اعمل انا هون المفروض كان انا عملت اللي هي فصلته اتاشت. ايش معناها الاتاشت؟ اتاشت انه انا اصلا عندي فيرتشوال ديسك، بمعنى انا هون مش انا اصلا عندي فيرتشوال ديسك هذا، والماشين تبعته ايش مالها هون؟ ايش مالها؟ مطفية صح؟ مطفية. اذا انا بامكاني اجي هون اقول له بدي اعمل لك اتاشت براوز، وين موجود؟ اقول له هذا واقول له اوكي، اجيبه اقول له اوكي، فاقول له اوكي يظهر الهارد ديسك الفيرتشوال، يظهر عندي هون ايش؟ كهارد ديسك. اروح على الماي كمبيوتر اشوفه، ادخل جواته واعمل اشوف كل اللي جواته، واقدر ارجع اعمل له ان اتاش، افصله وارجع اشبكه مع مين؟ مع الفيرتشوال ماشين. لما تيجي هيو ها هيو قول له اوكي ظهر عندي هذا الهارد ديسك، هو نفسه الهارد ديسك تبع هذاك، فبقدر اقول له اونلاين وادخل اشوفه بالماي كمبيوتر. ولو كان عليه وين، ولو كان مقسم يعني انا كنت شاركه مع الفيرتشوال ماشين وكنت مشغله وعامله سي ودي ومنزل عليه ويندوز وكذا، بقدر اشوفه هون كبارتيشن، زي كانك مسكت هارد ديسك وشبكته سليف على جهازك. كيف لما تمسك هارد ديسك وتشبكه سليف؟ تعرفوها هاي؟ كان انا شبكته سليف، اشوفه من جهاز ثاني. خلصت ارجع اقول له رايت كليك، اقول له دي اتاش فيرتشوال ماشين فيرتشوال هارد ديسك، افصله رجع مره ثانيه على وضعه الطبيعي اللي هو مكانه، ارجع اشبكه مع الفيرتشوال ماشين تبعتي. فقد ما بدك تتلاعب بموضوع الهارد ديسك. تمام، نرجع مره ثانيه على السيتنج، رايت كليك سيتنج. اذا معناته شفنا اول واحده اد هاردوير، اني ممكن اضيف اي سكازي كنترولر فاضيف من جواها يا هارد ديسك يا دي في دي. ممكن ارجي على اللي بعدها اضيف نتورك ادابتر، فلو انا وقفت على هاي بقدر ارجع اقول له بدي اعمل لك نيو واحد جديد، هو انا اصلا موجود عندي واحد فبقدر اضيف واحد جديد. تمام، بس طبعا بدي يكون عندي، بدي اكون بالاول اصلا عامل واحد من برا من هون من عند فيرتشوال سويتش، ومن ثم اجي من هون اختاره مين اللي انا عامله فيرتشوال سويتش واشبك عليه. تمام، اللي بعدها الفريم وير.
لاحظوا اني بعد ما عملت الدي في دي ظهر هون عندي ايش؟ الدي في دي. وقلنا الفريم وير زي انك من ايش لك تبوت، فانا بما اني بدي افرمت المفروض ابوت حاليا من ايش؟ من السي دي. فاقول له اب، فصار مين اول واحد بدي بوت منه؟ السي دي. فاقول له ابلاي، خلص صار اول واحد هسه يبوت منه هو السي دي. فهي زي البايوس، لانك انت بالهايبر بي ما بتقدر تدخل على البايوس، بينما بالفي ام وير لا بتقدر تدخل بالبايوس اذا بتكبس اف 2 بسرعه بدخلك على البايوس. هون لا بدخل كاش، فهون البايوس تبعك. تمام، علما انه بالفي ام وير نفسه لو انت ما لحقتش تكبس الاف 2 في عندك هون في المانج في عندك شيء اسمه مسج لوج، لا اللي هي بالمانج بالباور، بالباور في عندنا برضو شيء اسمه، بس لازم يكون الفي ام وير نفسه، لا الفي ام وير نفسه مطفي، الفي ام وير مطفي. بتيجي عند باور وبتقول له باور اون فريم وير، بخيرك زي هدول انك من وين بدك تبوت. حتى بالفي ام وير موجود هالكلام. الميموري، احنا مش عملنا الميموري دايناميك صح؟ انا اعطيته اياها 2 جيجا، بس هو ايش قال لي لانها دايناميك؟ قال لي معك اذا ننزل ل 512 ونطلع لقديش؟ شايفين الرقم؟ لان انا قايل له دايناميك، واليو ان ام اي شغاله، فمعاي يرفع لي وينزل زي ما بده بناء على اللود. البروسيس، انا البروسيس اللي مشغله على هذا الفيرشوال ماشين بروسيس واحد، ممكن اذا كان عندي اكثر من كور، مش تكلمنا انه البروسيس هو فيرشوال بيشوف نفسه اكثر من كور، ارفعه اكثر من كور او اضبط هاي المواضيع او اعطيه اكثر من بروسيس مثلا. بس هون ما عنديش غير بروسيس واحد اصلا، فمش حيرفع معي. يعني هون الكور لا الفيرتشوال بروسيس، لا الكور هي الفيرتشوال بروسيس مش الفيزيكال. افهمنا الاي اس كازي والدي في دي والهارد ديسك والامور هاي كلها والنتورك. بالنسبه لي هيك الامور صارت مكتمله كهاردوير لهذا الجهاز، اني ابلش ايش اعمل عليه، اني انزل عليه ويندوز صح. طبعا لو بدي اتفرج على بقيه الشغلات، النيم انه هذا الماشين شو اسمه؟ اسمه دي سي. طيب الانتجريشن سيرفيس، شو فكره الانتجريشن سيرفيس؟ طبعا خلينا نستفيد احنا من الوقت، خلص اقول له اوكي بعدين نرجع لها. فارجع هون اقول له ستارت. هسه لما اقول له ستارت، قبل ما اقول له ستارت ممكن اقول له ايش؟ كونكت. فلما يقول لي كونكت هي ظهر، اجي عنده هاي بنعرفها اللي هي هاي كنترول ال ديليت، هاي ايش معناها؟ ستارت. انا اقول له يلا بلش اشتغل باور اون، يعني هاي ايش معناها؟ تيرن اوف، كانك تسحب السلك، انليجابل شت داون. هاي ايش معناها؟ شت داون، يعني تقول له شت داون ليجابل عادي، ليجابل شت داون. هاي ايش معناها؟ سيف، زي انه تقول له سيف للحاله اللي انا عليها بس. البوز زي ما انا بعمل للفي ام وير بوز دائما واحنا مروحين وبسيبه، عشان المره الجايه اقول له لا بوز بوز، انه يعني اطفي بس على وضع بالضبط. هاي سيف انها تسيف الحاله اللي انت عليها، بس مش شرط انه يطفي، ما بطفي يعني. تمام، هداك بطفي، هذا ما بطفي. الاخيره ريسيت، انك تقول له ريسيت يعني يعمل ريستارت للفي ام وير نفسه، الفيرشوال ماشين تعمل ريستارت. تشيك بوينت، شفتوا لما كنت اجي على الفي ام وير واقول له خذ لي سناب شوت زي ريستور بوينت معينه، فانا اقول له ايش؟ تشيك بوينت لريستور، بقدر ارجع لها في وقت معين. هسه حاخذ لها بس اشغل الجهاز ونعمل منه ويندوز. هدول مش حيشتغلوا معي، هاي الانهانس سيشن اللي انا اعطيتها تشيك بوكس قبل شوي هناك. تمام، خلينا نكسب وقت ونقول له اشتغل ونرجع لهم عشان يكون بفرمت، نستفيد من الوقت. هلاحظ ان لما اقول له كونكت اكبس اي شيء ما لحقت اشكني، اقول له ارجع مره ثانيه ريسيت، ادخل انتر. حاليا الجهاز معي عم بدخل على ايش؟ على البوت، على السي دي في دي اللي هو الويندوز سيرفر 2012. اقول له نيكست انستول،
اختار الويندوز الستاندرد جي اي نيكست الاكسب للايسنس ادفانس قول له نيو ابلاي اوكي ونقول له هاي البرايمري نيكست ويبدا ينزل لي ويندوز. اذا لو اجيت انا هسه هون بدي انا اعطيته فول سكرين لو شلنا هاي بيظهر عندي زي كاني داخل عليه ريموت في شايفين كيف اكبس هاي برجعت للوضع هذا. تقدر من هون تقول له فيو فول سكرين وبتقدر ترجع تقول له صغره وبقدر انزله تحت وارجع مره ثانيه هون نتفرج على بقيه الشغلات وهو بيعمل فورمات تمام. فنرجع مره ثانيه على النيم قلنا هذا اسم ايش المشين. طب الانتجريشن سيرفيس الانتجريشن سيرفيس هاي عباره عن ايش؟ شفنا لما انا باجي على الفي ام وير وبقول له في ام وبقول له انستول في ام وير تولز لما بقول له انستول في ام وير تولز شو المزايا اللي بحصل عليها؟ ان الجرافيك بقدر اكبر الشاشه بتكبر بقدر اجيب شغلات كوبي بيست من برا وجوه صح. فلما اجي انا هون على الانتجريشن سيرفيس بلاقي انه بمجرد ما انا اعمل التولز هاي تبعت الفي ام الهايبر في فهو حيعطيني الاربع خمس مزايا هدول. ايش هم؟ اول واحدة الاوبريتنج سيستم شت داون انه يعني السيستم نفسه حتى مع الفي ام وير الهايبر في هاي كماشين انه لو صار ما صار يوم من الايام نفس الفيزيكال طفى لسبب ما. شو الاشياء اللي تصير على الهايبر في اللي عليه الفيرشوال ماشين اللي عليه؟ حلاقي ان الاختيارات موجودة في هدول التنتين في حالة الستارت وفي حالة الستوب. ايش اللي يصير؟ حلاقي انه في من المزايا التايم سينكرونايزيشن. شو التايم سينكرونايزيشن؟ انه الوقت اللي موجود على السيرفر نفسه هو اللي يكون على مين؟ على الفيرشوال ماشين. الداتا اكسشينج كوبل بيست ما بين الجهاز نفسه مع الهايبر في مع الفي ام وير نفسه الهايبر في نفسه الماشين نفسها الفيرشوال ماشين نفسها. فكل الباك اب للتشيك بوينت الامور هاي كلها. فكل هاي المزايا راح احصل عليها بس متى؟ بس انزل التولز تبعت مين؟ الهايبر في. بس مش حقدر انزلها الا متى؟ لما يخلص الفورمات تمام. حلو. اللي بعدها للتشيك بوينت احنا شفنا انه انا بقدر اجي زي ما قلنا هون واقول له رايت كليك واقول له تشيك بوينت بس برضه مش حقدر اعمل له تشيك بوينت الا بس يخلص فورمات. بس هون ايش بورجيني هون بالسيتنج هاي؟ انه وين المكان اللوكيشن اللي راح يتخزن فيه ايش التشيك بوينت. وباي ديفولت مين اختار مكان ما انا عندي الديسكات تبعت هاي الماشين؟ ما هو لما بيعمل التشيك بوينت زي بيعمل زي هارد ديسك ثاني احتياطي. فوين حيخزنه؟ بنفس مكان موجود ايش الديسك تبع الماشين نفسها. ما هو لما انا باخذ التشيك بوينت بياخذ الماشين كامله مع هارد ديسك. سوري الماشين نفسها مش الهارد ديسك تبعها الماشين نفسها. التشيك بوينت هون للماشين مش للهارد ديسك. فبخزنها بنفس مسار الماشين هدي تمام. هاي فيش فيها اشي. هاي اللي هي السمارت بيجينج فايل لوكيشن. البيجينج فايل شو فكرة البيجينج فايل؟ مين فيكم بيعرف شو البيجينج فايل؟ اللي هي الفيرتشوال ميموري اللي يتم اقتطاعها من الهارد ديسك. حكينا عنها في اول ما بلشنا مع بعض. ما عمري قلت لكم انه في عنا اشي على مستوى الويندوز. هسا انت هذا الويندوز الويندوز تبعك هذا المفروض انك انت بتعطيه مثلا 2 جيجا رام 3 جيجا رام تقدر تقتطع من الهارد ديسك مساحه من الفيزيكال هارد ديسك باعتبرها زي فيرتشوال ميموري. شو اللي بستفيد منها؟ انه اي شيء انا مشغله حاليا عامل له مش مينيمايز عامل له اللي هو الاب يعني شغال عليه فهو حاليا شغال على ايش بيكون؟ على الرام الفيزيكال. لكن اي شيء انت بتعمل له مينيمايز بنتقل على الرام الفيرتشوال وبيكون اللي على الفيزيكال اللي انت مشغله حاليا تمام. هذا الكلام ايام اكس بي كنا نعمله مانوال بس ايام 7 وانت طالع وفيستا لو اجيت انت على الجهاز هون على البروبرتيز وقلت له دخلني على الادفانس حلاقي انه في بالادفانس هون في عندي شيء اسمه ايش يوزر بروفايل.
لو اجيت كبست على لا لا سوري البيرفورمانس في جواها شيء اسمه الفيرتشوال ايش ميموري، اكبس عليها كسيتنج جوات ادفانس مره ثانيه في عندي اسمه الفيرتشوال ميموري اللي بسموها البيجنج فايل. باي ديفولت ابتداء من فيستا وانت رايح هو بيقتطع مساحه اوتوماتيك من الهارد ديسك بيعتبرها كايش كميموري، هي بتكون ضعف الرام. اذا عندك 4 جيجا بيقتطع 8 جيجا من الهارد ديسك، عندك 2 جيجا رام فيزيكال بيقطع 4 جيجا، دائما ضعف الرام، وهو بيستخدمها ايش بيعتبر بعملها اوتوماتيك. هاي شغله عشان يزيد البيرفورمانس على الويندوز. ايام الاكس بي لا ما كانت اوتوماتيك، كنا احنا نجي نحددها بالكاستم سايز، في عندنا الماكسيمم والمينيمم كنا لازم نحدد، ودائما هي ضعف الرام. فهون نفس القصه قاعد بيكلمني عن هذا الموضوع، انه بيقول لي انه انا حشغل لك موضوع الايش موضوع البيجنج فايل سمارت بيجنج فايل، تمام، هو اوتوماتيك شغال، انا مش حتدخل فيه باي شيء اصلا. لكن لو اجيت انا هون يا شباب نشوف هذا خلص الفورمات، عبال ما يخلص في عندي الاوتوماتيك ستارت اكشن. شو الاوتوماتيك ستارت اكشن بالنسبه لهاي الماشين للفيرتشوال ماشين هاي؟ اللي لو مثلا لسبب ما السيرفر الرئيسي تبعك انت جيت تعمل له شت داون، طبعا وانا هون ما عم بتكلم على الانليجابل شت داون، يعني بمعنى لو انا جيت هسه على هذا الجهاز الفيزيكال سحبت الفيش، شو بده يلحق يعمل الفيرتشوال ماشين من جوا؟ شو بده يلحق يعمل يعني؟ بده يفصل، صح؟ بينما لو انت جيت على الفيرتشوال على الفيزيكال الفعلي الهايبر بي الفيزيكال وقلت له شت داون، طب هون شو بده يصير لل فيزيكال للفيرشوال ماشين اللي عليه؟ فبيقول لي انه في حال خلينا نجي على الستوب، نجي على الستوب اللي انا بقول انه عملت له شت داون، فاجيت انت عملت له شت داون شو بده يصير عليه؟ في اختيارات، هو باي ديفولت مختار واحده منهم لانه هون لسه بفرمت، يعني اقول له هون باسورد باسورد واقول له انتر. لو اجينا عليها هون بحالة الاوتوماتيك ستوب اكشن بيقول لي انه what do you want this virtual machine to do when the physical الفيزيكال نفسه computer shut down، ايش بدك الفيرتشوال ماشين يسوي؟ هون ايش بيقول لي؟ save the virtual machine state، يعني سيب لي الحالة اللي عليها الفيرتشوال ماشين واطفي، فلما يجي يشتغل بيرجع للحالة اللي كان ايش اتسيب عليها. ممكن يكون في اختيار تاني بس يشتغل هذا معي هسه ويكون شغال هون. فهون لو اجينا اطلعنا بقدر اقول له اقول له باسورد، طبعا لما اجي اقول له باسورد خلينا نقول له كانسل، اشوف راح اقدر لازم اتحكم فيها، اقول له في السيتنج هون لازم اطفي عشان تظهر، يعني لازم اجي لهذا اقول له شت داون واطفيه كاملا عشان اقدر اتحكم فيها. هذا الفيزيكال اللي بنربط مش الفيرتشوال ماشين نفس الفيرتشوال الفيزيكال بنربط في برامج لليو بي اس بتنزل على الفيزيكال بتصير في سينكرونايز ما بين الجهاز الفيزيكال مع اليو بي اس، انه لو اليو بي اس مثلا بده يطفي بعد نص ساعه بيعطي امر للسيرفر الفيزيكال اطفي قبل ما يطفي اليو بي اس بخمس دقائق او 10 دقائق بيعمل له شت داون طبيعي، فعشان قبل ما تفضى بطاريه ويصير انليك قبل شت داون، تمام. هسه لو اجيت انا هون على السيرفر مثلا وقلت له رايت كليك شت داون، يعني هسه بدي اطفيه مثلا بعد ما فرمته، فبمجرد ما اني طفيته خلص اطفي الكونكت. هسه لو ارجع مره ثانيه هون على السيتنج بلاحظ انه هاي ايش راح تشتغل معي. فالحاله الثانيه انا ممكن اقول له لا ما تعمل لي سيف لما يجي يطفي الفيزيكال بعدين تطفي لي تسيف لي الفيرتشوال ماشين، قبل ما يطفي الفيزيكال اعمل لي تيرن اوف ذا فيرتشوال ماشين. طب هل هذا صح؟ تيرن اوف تعرف شو يعني تيرن اوف للفيرتشوال ماشين؟ يعني كأنك تسحب عنه الفيش. طب ما هيك غلط، تضربه
بينما انت اختيار الصحيح انك ايش تقول له؟ shut down the guest operating system. يعني اذا اجيت انا للفيزيكال اقول له shut down مش راح يطفي الفيزيكال الا لما يعمل للفيرتشوال shut down عادي طبيعي زي ما انا هسه عملت له. بعد ما يتاكد انه كل الفيرتشوال ماشين عمل لها shut down الفيزيكال ايش بيصير له؟ shut down. تمام؟ وانا بشوف انه هذا افضل اختيار. ابلاي. طيب بالنسبه للستار، طيب اجى يشتغل الفيزيكال بدي اقعد امر انا على الفيرتشوال اشغلهم واحد واحد؟ لا، في اختيارات. ممكن اقول له nothing، ما تعملش شيء، يعني حيضلهم اذا كانوا مطفيين بضلهم مطفيين. تمام. طب الاختيار الثاني اوتوماتيكلي ستارت اذا لما هما ستارت اف ات لما اذا هما was running when the service stopped. يعني اذا كانوا هما اصلا شغالين وطفى الفيزيكال ارجع شغلهم اذا كان ايش هما اصلا كانوا شغالين. او ممكن اقول له always automatic start بجميع الاحوال كانوا شغالين كانوا مطفيين لما يشتغل الفيزيكال شغل لي ايش الفيرتشوال ماشين. تمام. هو باي ديفولت بيختار هذا الاختيار. طب في شيء اسمه ستارت اب ديلي، شو موضوعها؟ فرضنا انك انت عامل 5 فيرتشوال ماشين على الهايبر في، يعني اول ما يشتغل كلهم يقوموا مع بعض ما بيعمل لود بهلكه، صح؟ فانت ممكن تقول له اعمل لي ديلي تقريبا يكون مثلا 60 ثانيه، يعني بين كل واحد وواحد 60 ثانيه عبال ما يشتغل الاول، 60 ثانيه يشتغل الثاني، 60 ثانيه يشتغل الثالث، يعني بالروقان. وضحت ايش الفكره هون؟ تمام. فهمنا كامل السيتنج اللي خاصه بالفيرتشوال ماشين نفسها. اقول له مثلا ابلاي اوكي. لو اجيت انا هسه هون ارجع اقول له كونكت واقول له ايش هدول حكينا عنهم، بس لاحظوا معي هاي ما اشتغلت صح، اللي هي الانهانس سيشن، مع العلم انه انا بالسيتنج الرئيسيه اللي هي هون تبعت لهذا انا اصلا قايل له الانهانسجن مش شغاله. هذا السبب انه هناك مش شغاله، مع انه احنا اعطيناه اياها لكني ما اعطيتوش ابلاي. فاقول له شغل لي الانهانسجن، اقول له ابلاي اوكي. فلما ارجع هون اقول له رايت كليك كونكت واجي اقول له ستارت لاحظوا معي فوق فايل بدخلنا على السيتنج نفسها. طيب اكشن نفس الاشياء تيرن اوف شت داون سيف اللي هم الشغلات هدول. ميديا اللي هو الدي في دي تبعي اذا بدي اعمل له انسيرت ديسك ادخل له ديسك ايزو او ادخل له ديسك عادي او ان اعمل ايش اجكت للي انا عامله اصلا بالضبط للسي دي الويندوز. اول ما اجي اقول له اشتغل بيظهر عندي رساله زي هاي بيقول لي ايش بدك حجم هذا الكونكت اللي طالع قدامك. انا دائما بفضل اختار هذا اقول له كونكت عشان يعني يصغر شوي هيك قدامي اقدر اسيطر عليه كامل تكون شاشه صغيره. ممكن اقول له فل يكبر اكبر اصغر زي ما بدي. تمام. لاحظوا ايش صار في هاي اشتغلت صح. تمام. اجي هون ارجع اقول له باسورد فيو اللي هي الفول سكرين او اشوف التول بار اللي هو هذا او اشوف الانهانس سيشن اللي هي هاي الانهانس سيشن. تمام. هيلب هيلب لو لاحظنا انه السيرفر تبعي اشتغل. طيب تمام اشتغل. هسه هو شغال هو شغال لاحظوا انه انا بقدر اجي هون هو هسه صار رننج حالته صح. انا عادي ممكن اجي هون واقول له رايت كليك اقول له رايت كليك واقول له ساين اب وبعدين اطفي الكونكت كلها. يعني اطفي هاي كلها يعني اذا طفيت الكونكت طفى السيرفر يعني لا هاي الكونكت كونكت عشان يظهر الي بس وبقدر هاي ما ضلنيش اطلعها فاني بس اجي اقول له سيف خلاص اسيبها مثلا. فلما يرجع يظهر عندي قدامي هون هاي كسيرفر اقول له باسورد طبعا اذا طفيتها بيطلع زي كانه ساين لوك يعني بيعمل. تمام. هسه هون
هاي السيرفر تبعي. لاحظوا معي انه انا موضوع الانهانس سيشن فيه له نوعين، فيه له نوع اسمه بيسك سيشن وفي الانهانس او الادفانس سيشن. هسا هو على حالة الادفانس. الادفانس شو بتمكنني يا شباب؟ هي اللي بتمكنني اني امسك فايل موجود برا ادخله جوا، بينما البيسك هي اللي بتمكنني اني ما اعملش هذا الكلام. هسا هو هون بحالة ايش؟ هو بحالة البيسك. طيب لما بدي احوله للادفانس، بكل بساطة بكل بساطة لازم اجي اقول له اكبس عليها عشان اغير الحالة، لكن ما راح استفيد منها الا اصلا اذا نزلت التولز. متذكرين قلنا انه في تولز الانتجريشن، هي من برا اوكي ماخذه تشيك بوكس بس مش نازله الا لما نزلها. فزي الفي ام وير لازم اجي اقول له انسيرت انتليجنت او انتجريشن سيرفيس. اول ما اكبس عليها المفروض كنا ايش نسوي؟ احنا نروح على السي دي روم وكنا ننزلها منه صح. لو اجيت بالهايبر في اكبس هون حيطلع لي رساله يقول لي لا لا هي نازله بس اعمل ريستارت للسيرفر. مش زي ما كنا نعمل بالفي ام وير، لا اقول له نيكست 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 وانزلها. هيو بيقول لي this computer is already running current version of integration service، بس اعمل له ريستارت. يعني بس المطلوب مني اني اجي هون اقول له رايت كليك اقول له اعمل ريستارت، هيك بتكون اتفعلت. طبعا لسه ما خلصش الستارت، لا يعني هيك لسه بيعمل الستارت. تقولوا على السريع اشتغل، شو هالسرعة هاي؟ شو هالسرعة هاي؟ هيك المفروض انه التولز تبعتي نزلت. اذا هسه بامكاني اني اجيب اشي من برا جوا. بصراحه انا الشغله مش متاكد منها، انه هو معطيني كلمه بيسك انهانس او سيشن، انه يعني اذا بدي اكبس على البيسك يعني هو حاليا ادفانس او العكس. ببين معي من وين؟ شوفوا كيف اذا اخذت هاي ودخلت معي معناته هو في حاله الايش؟ في الادفانس. بس هسه مش حيدخل اشي لما تشتغل شاشه السيرفر مانجر بالاول. انزلها هسه لو جبنا هذا دخلناه هون معناته لو قلنا له بيسك حيعمل ساين اوت. ارجع اقول له باسورد نشوف هسه ايش حيكون الوضع. هسه ايش بيقول لي؟ انهانسد سيشن يعني هو بالادفانس حاليا. طيب خلينا تشتغل شاشه السيرفر مانجر برضه. نقول له view full screen ولا هي شغالة؟ شغالة. اذا لو مسكنا اشي من برا لجوا طيب copy paste copy استنى شوي هسا اقول له enhanced باسورد. هي الله عليك كوبي بيست مش سحب مش زي الفي ام وير. لا لا هسه هسه بوريك. شوف هون بيسك يعني حول للبيسك. رايت كليك كوبي بيست شايفين؟ بس هو هون بيقول انه ما فيش مساحه او كذا، لكن هسه ايش صارت معي؟ شغاله صح؟
البيس صار شغالة. يعني لو اجيت انا مثلا على بارتيشن جوا السي بيست unspecified error، بس المهم انه هيك صارت تاخذ. معناته افهموها انه لما يقول لك بيسك انه هو حاليا في الادفانس في الانهانسد، تمام. طيب ايش ضل كمان من هاي الشغلات حكيناها كلها. نرجع بس لاخر كم من شغله اللي هو موضوع التيرن اوف الشت داون السيف، موضوع الايش الشيك بوينت. قل له خذ لي شيك بوينت، بيقول لي كانسل كرييتنج تشيك بوينت، يعني هو عم بيعمل تشيك بوينت حاليا. خلص اخذ ايش تشيك بوينت. بقدر اجي على التشيك بوينت هاي واقول لها كونكت واشغلها، بقدر اجي عليها واشغلها للتشيك بوينت هاي. طبعا هي ايش الفكره من الموضوع، انه انا هاي سيرفري شغال عليه انا وعملت عليه كل شيء وخبصت وخربت الدنيا، عادي لا تقلق. بالسيتنج السيرفر نفس اللي هو الوضع، انا التشيك بوينت اخذها بتاريخ كذا الساعه كذا، فلو انا لو انا خربت الدنيا هون بكل شيء، لا هو للمشين، للمشين، لانه لو اجينا جوات هون ما فيش. هلا هو ماشي ماخذ تشيك بوينت صح، وماخذ زي نسخه من الهارد ديسك، ما هو لازم ياخذ نسخه، بس لاحظوا انه برضه هو هون ماخذ سناب شوت اللي هي بنا لي اياها الفيرتشوال ماشين. فلو انت جد خبصت الدنيا هون بكل بساطه، تعال على هذا او هون وقول له رايت كليك، قول له ايش ابلاي. ابلاي ايش يعني؟ يعني اللي هون يصير هو مين للتشيك بوينت. وضحت الفكره؟ زي اللي بناخذها على الفي ام وير، اللي بناخذها اللي هي انه انا كنت اعمل شغلات وارجعه لايش؟ للنقطه السابقه. بس قلنا انه هاي مرات بيصير، طبعا ممكن ادلتها، ممكن اعمل اكسبورت لها اللي بدي اياه رينيم، لكن زي ما اتفقنا انه هاي بتعمل مشاكل. في 2016 عالجوها اكثر وظبطوا فيها شويه امور، انه بقول لك تستخدمهاش كثير لانه مش دائما يعني تستخدمهاش الا الضروره. في حال مثلا انت عن جد بدك تعمل شغله على السيرفر فخايف انه يعطيك ايرور، فخذ تشيك بوينت من باب الاحتياط، اعمل اللي بدك اياه، صار ايرور معين ارجع للابلاي. طبعا بالذات المهندس لو فعلنا البريفيوس فيرجن على نفس الفيزيكال، البريفيوس فيرجن فعلنا عنه. هسا انت قاعد بتقول لو فعلنا البريفيوس فيرجن يعني النسخة القديمة قصدك؟ لا، هو في زي كيف بيعمل شادو كوبي، قصدك تشيك بوينت لحاله اوتوماتيك بالضبط لنفس السيرفر، تمام. فهذا بيغني عن هاي الشغلة؟ لا ما بيغني عن هاي الشغلة، لانه هاي انت لازم مانوال تاخذها عشان يحفظ لك اياها بهذا التاريخ. هناك لما بياخذها بيحتفظ بها بنفس المكان، يعني زي اوفر رايت عليها. لا ممكن ناخذ تقدر تعمل ريستور بس من جوا الويندوز هون. من جوا الويندوز، لكن هاي اضمن لانه هذاك لو هو ضرب هو والريستور تبعته، بينما هاي لا بتضل كمرجعيه. الريستور بيكون مخزن مثلا بكل تاريخ بالضبط، وهون لاحظ انه خزن لي اياه بفولدر مستقل بعيد عن الماشين الأصلية. فهم هو نفس الفولدر يكون اللي هو سيكونسر. فلو رجعنا لأي نسخة بتقدر. بس طبعا في شغلة مهمة، إنه لو أنت لسبب ما دلتت الماشين نفسها راح تدلت هي وإيش؟ هي والسناب شوت تبعها. يعني لو أنا إجيت هون وقلت لها هون ديليت، وين الديليت؟ شايفين معي ديليت؟ انا قلت كليك ديليت او من تمام. لو قلنا له شت داون
بس قبل ما ادلتها بدي اورجيكم لو قلت له نيو فيرتشوال ماشين نيكست اسميها سيرفر مثلا وخزنها في هذا المكان نيكست هالمرة جنريشن 1 عشان اوريكم الفروقات بس 1048 نيكست على نفس السويتش نيكست قول له اوكي سيرفر 1 بهذا المكان بس مش في هذا المكان بدنا اياه خزن لنا اياه جوات الدي جوات هون نقول له رايت كليك نيو فولدر نسمي مثلا سيرفر نقول له اوكي نيكست نيكست فينيش بس لاحظوا الاختلاف الوحيد لو اجينا على السيتنج تبعت هذا حطيناها على جنب وجينا على السيتنج تبعت هذا وحطيناها على جنب لاحظوا انه الجنريشن 1 هو اشبه بويندوز زمان يعني هون طلعوا هذا الويندوز الجديد طلع هون في ديسك فلوبي في الكوم شايفين كيف شايفين الاختلاف برضو هذا من الاختلافات ما بين التنتين هذا بتعمل زي كان ويندوز القديم هون اسمها بايوس هناك كان اسمها فريم وير فيش سكازي بالضبط فهاي الامور الاختلافات بين التنتين واضحة الامور تمام هسه زي ما قلنا لو انت اجيت دلتت المشين هاي كلها هيك قلت لها رايت كليك ديليت فراح تدلت هي وايش والسناب شوت تبعتها يعني لو رجعت انت هون على الدي على في ام على دي سي سناب شوت راحت والمشين راحت لكن ميزتها انه الهارد ديسك تبعها ايش ماله موجود هاي ميزة انه الهارد ديسك موجود تمام يا شباب هذا كل ما يتعلق بالهايبر في سهل جدا الهايبر في ما فيش فيه اي تعقيدات تفهموه زي ما فهمتوا الفي ام وير ما فيش اي شيء جديد واضح الامور في اشي صعب فيه السويتش بكل بساطة قلنا نيجي بنقول له بدنا نبني لك سويتش باجي بقول له كرييت طب السويتش بدك تبني اجك سميه اقول له مثلا سويتش 2 مثلا سويتش 2 طيب ايش بدك اياه اكسترنال يعني بريدج ولا انترنال نتورك يعني بس يحكي زي الهوست او انك تقول له برايفت فلو قلت له اكسترنال طب اكسترنال مع اي كارت نتورك انا اصلا ما عنديش غير هذا الكارت فراح اقول له ابلاي بيقول لي طب اعمل حسابك راح نعمل ريستارت للسيرفر او ريستارت للكارت النتورك طبعا هون ما رضيش لانه اصلا يمكن في واحد انا مشغله عليه اللي هو هذا نقول له ديليت نقول له apply yes مرات بيضلوا هيك تنح شوي بعدين بيقبلها مش عارف شو السر في هالموضوع يعني هيو بناء يعني طلع بيعطيك ايرور بس هو ايش فعليا عم ببني تمام ممكن نسكره هيك مرة تانية ونرجع نقول له virtual اللي هو السيرفر الرئيسي نفسه طبعا سويتش تاني هذا يعتبر لا لا مش نفس الاسم هو بس مرات هيك بدي يعني انا من تجربه 20,000 مره عملتها بيعطي اربع مرات بيجي زبط خلص اخذها مش عارف ليش عشان هيك ببنيه من برا اضبط لي علما تعال قول له انترنال بيقول لك ماشي خلص ما فيش مشكله مش عارف ايش السبب انا في الموضوع بس هو بيقبلها يعني كمان شوي مره مرتين بيقبلها فهي عندك صار عندك سويتشين اللي هو السويتش اللي هسه انا عملته الاولاني والسويتش اللي انا عملته طبعا ممكن تيجي عليه نفسه وتقول له بدي اياه اكسترنال اشوف راح يقبله ايش بيقول فيلد ويش ادينج فيرتشوال ان ايثرنت سويتش كونكشن اعمل ريستارت للسيرفر نفسه ككل برجع بيقبله هيو قبله لا لسه اعمل ريستارت كامل للسيرفر بيقبله قول له بدي اياه برايفت بيقبله خلاص بيمشي الحال على طول بس هي مع الاكسترنال بده ريستارت بيكون للسيرفر كله برجع بيقبله عشان انا بحب ابنيه من متى من وين من برا لما انا بنيته اول مره من برا اسهل سواء لا الاكسترنال التنتين هدلاك عادي ببنيهم هذا يا اما تعمل ريستارت للسيرفر كله بيقبله او انك رايح قصدك تعمله من الاول من برا قلنا الانترنال هي زي الهوست اونلي مش انا هون بالفي ام وير في عندي اختيار اللي هو
اني اقول له هون بكارت النتورك يا اما بريدج زي الانتر الاكسترنال او اقول له انسو نات ما فيش نات. هو هناك بقدر اعطيه فيلان بس ما فيش نات. هاي الهوست اون شو فكرتها كانت ذكرني؟ لا الهوست هي الانترنال انه البي ام وير يشوفوا بعض هم والجهاز اللي هم نازلين عليه الفيزيكال بس بيشوفوش حدا من برا يعني بيطلعوش بريد كارت النتورك تبع الجهاز اللي هم عليه بيكلموه هو وهم بيكلموا حالهم حتى لو كانوا ايش مكانه ما اسمها هوست اونلي يعني هوست ايش معناها المضيف الهوست هو الفيزيكال يعني بس بكلم الهوست فقط انا والجماعه تبعوني بنكلم بعض مع اللي احنا عليه اما لو قلت له كاستم هون ايش قلنا اللي بيكلموا بعض بس الفي ام وير او الهايبر بي هي اللي تعادل هناك ايش البرايفت فهمنا كيف تمام فهاي بريدج هي اكسترنال هوست اونلي هي انترنال والكاستم هي البرايفت طبعا لازم تختار اكسترنال بالتاكيد لازم يكون شغلك على اكسترنال وضح يا شباب تمام مع اني كنت ناوي اليوم انا انه اخش على المودول الثاني مش عارف كيف خلص الوقت وممكن احنا عشان اجينا متاخرين نص ساعه برضه يلا نصيب فهيك احنا انهينا 10 بالكامل اذا محاضرتنا الجايه ان شاء الله راح تكون على موديول 1 اللي هو الـ WDS اللي هو الويندوز ديبلويمنت سيرفر